لقد مرت المجتمعات الإنسانية بمراحل عديدة احتاجت فيها إلى أسس وقواعد تستند إليها في تنظيم طبيعة الحياة وسلوكيات أفراد المجتمع. لذلك انبثقت وعبر مراحل تطور هذه المجتمعات القوانين والأنظمة التي عملت على وضع معايير لحفظ النظام وحماية الحقوق والحريات الفردية والمحافظة على العدالة والمساواة في المجتمع، فضلاً عن حماية المواطنين وتعزيز الصالح العام. والدستور العراقي الذي أقر عام 2005 كان له مؤيدين ومعارضين قبل أن تتصاعد في الآونة الأخيرة الأصوات المطالبة بإجراء التعديلات عليه. وندوتنا اليوم الموسومة تعديل الدستور العراقي عام 2005 ضرورة أم مجازفة، والتي سيلقيها على مسامعنا الأستاذ الدكتور علي اليعقوبي عضو لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية، وسيدير جلسة الحوار الدكتور علي الذبحاوي من كلية القانون في جامعة الشعب. نرحب بالأستاذ المساعد الدكتور يوسف خلف يوسف رئيس جامعة الشعب. نرحب بالأستاذ الدكتور علي اليعقوبي عضو لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية. نرحب بالأستاذ عزام حامد الممثل عن الأستاذ أحمد الألوسي المستشار في رئاسة الجمهورية. نرحب بالست هدير عزام الممثلة عن الأستاذ عمار الحمداني مستشار رئيس مجلس النواب. نرحب بزيارة الخارج الأستاذ وائل عبدالله طيب. نرحب بالدكتور ناصر الكنالي الخبير الاقتصادي. ونرحب بالدكتور عمر الناصر السياسي المستقل. وأخيرا نرحب بالأساتذة والتدريسيين الحاضرين في جامعة الشعب. أدعو الدكتور يوسف خلف يوسف رئيس جامعة الشعب لإلقاء الكلمة الترحيبية للضيوف الكرام فليتفضل مشكورا. فهي فرصة اليوم راح نناقش الموضوع من باب علمي، من باب قانوني أكاديمي، بحضور أخونا الأستاذ مساعد علي اليعقوبي اللي أشكر على الحضور اليوم، وهو إنسان مميز ومميز جدا في هذا الموضوع واختصاص القانون الدستوري، واللي راح يحاول أكيد أيضا قانوني والمكلف أعمال كلية القانون الدكتور علي الذبحاوي. فأتمنى لكم وأتمنى أنها تكون جلسة حوارية شيقة نتناول عليها ونسلط الضوء على المواضيع ممكن ما يسلط عليها الضوء بشكل صحيح وبشكل علمي ومدروس، ضمن اول نشاطات لكلية القانون في جامعة الفتية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، شكرا جزيلا. نرحب مجددا بالدكتور علي اليعقوبي وندعوه الى الجلسة مع الدكتور علي الذبحاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحضور الكارم، أسعد الله أوقاتكم وأتمنى تكونوا بخير. طبعا نشكر طبعا جامعة الشعب الفتية اللي اتاحت هذه الفرصة للندوة الحوارية، أكيد الدكتور يوسف خلف يوسف اتاح لنا هذا المجال للتعريف عن أهم المشاكل الدستورية التي عانى منها دستور 2005. طبعا أيضا أرحب بالقامة العلمية والموسوعة القانونية سيادة القاضي وائل عبد اللطيف اللي أيضا شرفنا بهذا الحفل الكريم وهذه الندوة الحوارية. أرحب بالسادة الضيوف مع حفظ الألقاب والتسميات، الدكتور عمر ناصر والدكتور ناصر الكناني والسادة الممثلين عن المستشارين عمر الحمداني، وأيضا أرحب بجامعتنا الشعب وبكل كادرها التدريسي اللي على مدى سنة منذ فتح وتأسيس هذه الجامعة الذي يداوب على عمل الجامعة بندواته ورحلاته الثقافية لحتى هذا اليوم. هنالك باص توجه إلى البنك المركزي
ما يخص بالأعمال الأوراق المالية والتجارية، وهذا عمل دؤوب يشكر عليه عمادة كلية الإدارة والاقتصاد وعمادة كلية الهندسة. طبعاً أشكر أيضاً الكادر التدريسي، وأشكر الطلبة الذين ساعدونا على كانوا دفعة أولى أساسية لهذه الجامعة. طبعاً للبدء عن هذا الموضوع الهام والشائك الذي نسمعه في أروقة مجال السياسة والقانون، أن هنالك دستور جديد قد سن للبلاد عام 2005 عندما توجه الشعب العراقي بكل طياته المجتمعية رجالاً ونساءً وشيوخاً وحتى أطفالاً كانوا يريدون أن يغمسون أصابعهم بلون البنفسج. وهذه أيام شاهدناها وكرنفال واحتفال عندما ذهب تقريباً 65-70% من شعبنا العراقي إلى هذا الاستفتاء الدستوري عام 2005. الكل يعرف القاصي والداني أنه هنالك الدستور لقد كتب بعجالة، وعندما تأتي الثورات وعندما يأتي الاحتلال لا نستطيع أن نقدم أي باكورة عمل إلا أن نعقد هنالك دستور للبلاد. حصل في مصر عام 2014، وحصل قبلها عندما أزاحوا التغيير السياسي الذي حصل بإزاحة النظام مرسي، أيضا حصل تعديل دستوري، وإزاحة نظام حسني مبارك أيضا حصل تعديل دستوري. لكن دستور 2005 كان ولادة ربما لم نشهدها من عام 1958 عندما كتب قبلها دستور جديد للعراق عام 1925 عند الاحتلال البريطاني. فخلصنا من الاحتلال العثماني كدولة عراقية ودخلنا في احتلال بريطاني. دستور عام 2025 كان أيضا دستور لم يكتب بإرادة عراقية، وضعت المسودة الدستورية التي كتبت أنذاك وسلمت إلى مسؤول المستعمرات البريطانية وقام بتعديلها، ومن ثم طرحت على الشعب وتم الاستفتاء عليها. وقبلها البريطانيون جبرونا على توقيع المعاهدة العراقية البريطانية قبل أن نصوت أو نستفتي على دستور عام 1925. طلبتنا في كلية القانون يعرفون ماذا نتكلم عن، أن أول دستور العراق كان عام 1925، ومضينا ما مضينا ودخلنا ب 1958 عندما قاموا بقتل الملك فيصل وحصل ما حصل من فترة انقلابات، ودخلنا في عام 1963 و64 وحتى وصلنا إلى هذه الأزمنة ودخلنا في دستور 1970. ملاحظاتنا كثيرة، دساتير متعاقبة جاءت على هذا البلد. تأملنا في دستور 2005 أنه سيكون دستور الخلاص بالرغم من المشاكل التي عانى منها العراق على مدى الويلات. هذا الدستور نعلم جيدا أن التغيير الديمقراطي الذي زامن البلد الذي نحن فيه الآن تغير، نستطيع القول أنه كان بتغير بدخول قوات الاحتلال وغيرها، وجاءت مؤذنة بهنالك زمن ديمقراطي جديد سيشهده الشعب العراقي. وفعلا دخلنا في هذا الدستور، وفي المادة الأولى للدستور عرفت فيه نظام الحكم وقالت جمهورية العراق هي عبارة عن نظام برلماني نيابي ديمقراطي وهو الاتحادي الذي نشهده. هذه كلها مقدمة أكيد قليلة أمام هذه القامة العلمية التي أجلس اليوم بجانبها، وهو سيادة الدكتور طبعاً اليعقوبي اليعقوبي أستاذي عندما كان رئيس جامعة الكاظم، وهذا شرف كبير وعظيم أن أجلس جناب حضرتكم سيادة الدكتور، حياكم الله. أضع هذه الندوة، وأنا أقل من أن أكون محاوراً لهذه القامة، لابد أن أعطي مجالاً لسيادة الدكتور أن يعرفنا بشخصيته وماهيته، واليوم نستفاد بجلوسه في هذه الندوة الحوارية وهو اليوم عضو للتعديلات الدستورية في رئاسة جمهورية العراق. فليتفضل. مشكورا دكتور، حياكم الله دكتورنا. الله يحفظك. الله يسلمك دكتور. الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الأخوة الحضور جميعا، السيد رئيس الجامعة المحترم العزيز أستاذ الدكتور يوسف، أخواني الحضور وجميع المرحبا المقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أجدد الشكر والعرفان للأخوة الأعزاء اللي شرفوني بهذه الدعوة وبإلقاء هذه النجوم الطيبة
وهذا حقيقة امتنان وفضل كبير من عندهم، خصوصا الأخ العزيز الدكتور يوسف والدكتور علي على هذا الفضل الكبير. مسألة ثانية، أشكر الأخوة الحضور على وقتهم وعلى حضورهم في هذه الجلسة لمناقشة موضوع مهم وحيوي، وحقيقة يعني يمثل من أهم المعضلات المتجددة، خصوصا بعد المطالب الشعبية اللي أحدثتها حركة تشرين عام 19. واليوم حقيقة نحاول نتناقش حول هذا الموضوع مباشرة. أحب يعني حقيقة حتى يعني نحترم الوقت المخصص لنا، راح يعني أتكلم عن مقدمة حول أهمية هذا الدستور وما يميزه عن غيره، ثم أبدي بمحورين. المحور الأول راح أتناول بآليات الدستورية اللي عليها أيضا مشاكل لتعديل هذا الدستور، ثم أتناول بالمحور الثاني أهم المواطن اللي نوقشت والتي يراد أن تعدل في هذا الدستور، ثم أختم بخاتمة ألخص بها الأفكار ونلقي بها بعض الآراء، ثم نستمر إن شاء الله إلى مداخلات. وحقيقة كمقدمة ننطلق منعتها دستور 2005 15/10/2005. دستور 2005 يمثل انتقالة مهمة بالتاريخ الدستوري للعراق. هذه الانتقالة تتميز بنقطتين أساسية. النقطة الأولى أنه لأول مرة هذا الدستور يمثل حصيلة نقاش مفصل للقوى الوطنية العراقية، ولم يفرض بإرادة أو إبناء جهة منفردة، سواء كانت بانقلاب عسكري أو جهة مسيطرة أو يعني قوة خارجية. وحقيقة يمثل هذا الدستور ثمرة لهذا النقاش الحر اللي يصير لأول مرة في التاريخ الدستوري العراقي. النقطة الثانية اللي يتميز هذا الدستور أنه هو لأول مرة يصير ثمرة لنقاش حقيقي إسلامي علماني واضح. القوى الإسلامية اللي كانت مدعومة بنتائج انتخابية مهمة، والقوى العلمانية اللي كانت تمثلها القوى الرئيسية في إقليم كردستان كانت لها حضور مهم في كتابة هذا الدستور. فبالتالي نقدر نقول بأنه مثل الحد المقبول، راح أقول هو يحتوي على نظرية دينية أو نظرية علمانية واضحة بالشكل المعروف عند الدراسات الأكاديمية، حيث نقدر نجد هوية دستورية للعراق، لكن يعني بخلافين هذا المصطلح هوية دستورية، نقدر نقول أن هوية هذا الدستور أنه يمثل حد أدنى مقبول بين هذه القوتين، القوة الإسلامية والقوة العلمانية. وهذا الشيء لأول مرة يصير في العراق. راح نناقش شلون هذا الأمر يصير واللي ترجمته المرة الثانية، اللي يعني ببحث مفصل لا نرى فيها تناقضا، بل نرى فيها مزاوجة لحل مشكلة أزلية في العراق. فإذا هذا نقدر نقول شيء يميز هذا الدستور، دستور 2005 بهذه النقطة. قبل ما أدخل بالموضوع، يمكن الدكتور علي أثارت الإشكالية وإن شاء الله نناقشها، يعني يمكن يقال بعنوان الدستور مثلا كتب بالرجال أو بأنه ما يمثل ما يقال بأنه ثمرة لنقاش مفصل وإلى آخره. لهذا راح نجيب عنه قبل ما أدخل بالمطلب الأساسي اللي أناقشه، نقول بأنه هذا الدستور ما كتب بالرجال كما يتصور الكثير، إنما قراءة متأنية لأمهات ومفردات هذا الدستور راح نجد جذور كثيرة موجودة في مؤتمر لندن وفي مؤتمر صلاح الدين للقوى المعارضه السياسيه العراقيه اللي كانت معظمها في الخارج. ومع الاسف انه القوى الشعبيه الموجوده في الداخل بسبب النظام السابق كانت مفصوله عن هذه النقاشات. ومثل ما تعرفون حضراتكم بان التغيير اللي صار تغيير بعد 2003 كانت مفاصل الحكم الرئيسيه والمسيطره على كل الامور هي اغلبها قوى المعارضه الاساسيه اللي كانت موجوده في الخارج.
الخارج، فكانت معظم تفاصيل هذا الدستور وخصوصا ما يتعلق بها الفيدرالية ومخارج الجيش والقوات المسلحة وما يتعلق بها بمعنية الدولة وما يتعلق بها الإسلامية للدولة، كانت موضع انسجام وتراضي بين هذه القوى الرئيسية. فهذا سهل كثيراً من التمرير، تمرير هذا المسودة، مع ملاحظة أن بعض المحافظات اللي الظروف أمنية استثنائية ما قدرت الشارقة تتابع هذا الدستور بشكل فاعل، والإشارات الإرهابية اللي كانت منحت معظم الناس حقيقة من المشاركة تم تعويضهم حقيقة في 15 عضو وضيفوا إلى لجنة كتابة الدستور، وفق تفصيل ما ندخل يعني جزئياته حتى ما يكون بحثنا يعني تاريخي بقدر ما يكون تحليلي استشرافي للمستقبل بشكل اكبر. لذلك هذا الدستور يصلح او اثبت بانه حقيقه يعني ان يكون ماده علميه جيده، ونتيجه هذه المبادرات نجح هذا الدستور ولاول مره في تاريخ العراق ان يحفظ التداول السمي والصوتي. احنا حقيقة دستوريين كل وثيقة دستورية من نريد نحاكمها من هذه الزاوية، هل نجح هذا الدستور في ان يؤسس لتداول سلمي للسلطة؟ يعني كل احنا نلاحظ دول مهمة واقوى من عندها حقيقة من حيث البناء الامني في ليبيا وسوريا واليمن انهارت، والان السودان نتيجة حقيقة فشل التجارب الموجودة، لكن رغم يعني بناءهم الامني اقصد اكبر من حيث يعني مثلا في الغرب السوري المستقر وكذلك في ليبيا صارت حقيقه يعني دول تشطت، والان من نريد الروح الى ليبيا او سوريا او اليمن احنا نرغب ماكو فد كيان اسمه دوله اكو يعني الشمال والجنوب وكذا والولايات والى اخره. فما نقدر نطلق عليها كتجارب على الاسم الشديد يعني ناجح، لكن هذا الدستور بفضل هذا الدستور التجربه العراقيه نشطت بعضهم يعني انهيارات مهمه. النقطتين هددت هذا الدستور بشكل يعني اكبر تهديد يعني هددت الدستور هي الجانب الاول يعني حركه داعش اللي تقريبا خسر ثلث اراضي، والثاني مطالب في ايلول مطالب الاستفتاء على الانتصار في كردستان. فكان حقيقه النقطتين مثيره ما نجحت ولا صدق، رجع بعد هذا يعني بعد انهيار تنظيم داعش وبعد فشل الامين في تنظيم استفتاء للانفصال، رجع دستور 2005 من جديد ليؤكد وجوده كضامن لوحده العراق وكمرجع وحيد لضمان التداول السلمي والسلمي. إذا من هالزاوية أنا قاعد أقول هو نص ما بيسبب يعني لاحظ المحور الثاني يعني مؤخرات هذا الدستور، بس أقول بأنه هذا الدستور نجح في أن يحمي العراق من أن يتحول إلى نموذج فاشل. فبالتالي القوى السياسية وإن اختلفت في تفاصيلها لكنه اتفقت على انه اكو دستور، ما نجحنا اليوم بدون اكو عندنا كابينه وزاريه تقريبا سابعه واكو دوره برلمانيه خامسه، وكل هذا ولاول مره بعد العهد الملكي يتم دون اراده. اذا عندنا تداول سلمي للسلطه، نجح الدستور 2005 بالحفاظ عليه، وهو ما يميز هذا الدستور عن ما سبق. هذه يعني حقيقه مقدمة في هذا الحوار، ثم انتقل الى جزء يعني محور الرئيسي. المحور الاول كيف نستطيع ان نعدل دستور 2005؟ حقيقه هناك اليه لتعديل الدستور نقدر نسميها الاليه العاديه اللي ترسمها كل الدساتير واللي احتوتها الماده 160 وآلية استثنائية تربطها ظروف خاصة بكتابة هذه الدستور هي المادة 102، ولكل مادة من هذه المواد يعني شروط وآليات رسم الدستور. طبعا من كتب الدستور لازم
كدستور جامد ولا اعرف هنا جامد بمعنى اللغوي بمعنى التعليم بمعنى الاصطلاحي اللي نتداوله بالقانون الدستوري، من نقول دستور جامد يعني دستور بسمو بعلو عن القواعد القانونيه الاخرى ما نقدر نعدل حاله قانون عادي، انما يجب ان يعدل بطرق خاصه ومعقدة نوعا ما حتى نضمن الى هيبه من تغور السلطات. فالماده اجت بشكل طبيعي بعد 126 ترتب لنا هذا التقرير. ايش قالت؟ قالت حتى نعدل هذا الدستور نحتاج نشكل لجنه من مجلس الوزراء ورئاسه الجمهوريه بشكل مشترك. وهذه اللجنه راح تكتب تقرير يؤخذ دفعة واحدة. ليش دفعة واحدة؟ حتى تراعي يعني الإيرادات، لا إيرادات الجامعة، فراح يدفع دفعة واحدة إلى مجلس النواب، يعني بعد أن يتفق رأسي السلطة التنفيذية. ثم يروح إلى مجلس النواب فيقام بالثلثين، صار الخطوة الثانية، ثلثي أعضاء مجلس النواب هم أعضاء بشكل فينظر من مجلس النواب يذهب مرة أخرى إلى مصادقة رئيس الجمهورية خلال 7 أيام، ثم يعرض على استفتاء شعبي عام. فيقر بالاستفتاء الشعبي العام بشرط، هنا الوضع مختلف. هذا البيت بيقول على أنه هذه التعديلات لازم ما تنتقص من الحقوق التشريعية أو الحقوق الممنوحة للأقاليم. فإذا فيها انتقاص من حقوق الأقاليم أو مصادرة لحقوقهم لازم يسبقها استفتاء أو موافقة السلطة التشريعية بالتحديد، لأن أكو شيء راح يمسهم. ثم يعرض على الاستفتاء الشرعي طبعا تقصير حاصل تنشر في الجريدة الرسمية ويعتبر ناقض. إذا هذه الطريقة العادية رسميا مقر بها ربما الكثير يتحسس من قضية ليش تعرض على المجلس التشريعي للتقييم إذا لم تقصد إلى على هذا اللي يفرض شيء طبيعي تقييمي. الطريقة الاستثنائية للتعديل، الطريقة الثانية، الطريقة الثانية للتعديل فرضتها ضرورات وهي أضيفت من لحظات الأخيرة ضمان عدم مقاطعة من يريد أن يصوت بلا الدستور. كانت اللجان حقيقة مجتمعة، وحقيقة المناطق يعني إحنا قد نكون يعني مثل ما نقول إحنا جلسة واقعية وحقيقية وتحليلية. مناطق الغربية معظمها كانت يعني خارجة بشكل أو بآخر عن السيطرة مطلقة للقوات الأمنية، وكانت القوات الجماعات الإرهابية فيها نشطة وكانت تختار القضاة وتختار الأساتذة وتختار كل من يعمل معها. فنتيجة لهذا الوضع الاستثنائي حرم الكثير من أبناء هذه المناطق من المشاركة الفاعلة. فهنا يعني حصل عندنا خلل بالتنفيذ. فصارت أنه خشية يعني أكو مشكلة في الاستفتاء أنه ما يصير مشاركة في هذه المناطق، أو أنه ممثلين خصوصا ذاك الوقت الحزب الإسلامي قال بأنه إحنا مناطقنا ما شاركت لازم تعطونا مجال أكثر وظيفة يعني مهمة وإحنا بس إنه مستقبل سياسي للعراق. فتم الاتفاق قالوا لنا زين إحنا هسه ما نقدر نأجل. ليش؟ لأن عندنا قانون إدارة الدولة. قانون إدارة الدولة يعني جانب أممي أمم المتحدة، وعندنا جدول زمني، وهذا الجدول الزمني مهم إلنا لأن إحنا نريد حكومة وطنية سريعة حتى تفاوض القوات المحتلة على الخروج، خصوصا عند انقسام مجتمعي كبير قضية المقاومة، منهم من يرى أن نقول المقاومة المرتد ونستخدم الأسلوب المسلح، ومنهم من يرى لا قوات الاحتلال يقول إحنا نريد نطلع. فبس بيت حكومة جيب شرطة تصير نظام ونطلع طلعة سلمية، يعني ليش نجازف ونخرق الناس ونخرق الآخرون يابس؟ فنتيجة لهذا الانقسام كان الضغط الشعبي كبير
لإيجاد حكومة وطنية تفاوض. هاي الحكومة الوطنية ما تجي إلا من خلال الانتخابات. فما نقدر نجازف بأنه نبقى الدستور إلى ما لا نهاية أو نقر دستور مؤقت نخاف من هذا التعبير نتيجة أنه مثل الحكام السابقين دستور مؤقت يبقى 30 سنة و30 سنة وكذا فكانت أكوفش. فنضر الدستور. فصار الاتفاق أن نخلي نقر الدستور مقر الدستور ونضع به مؤكد أنه راجع بعد 4 أشهر. فنمشي. أنتم شو عندكم اعترافات؟ 1، 2، 5، 6 نقاط. هذه فننظم الحكومة ونشكل لجنة تمثل كل مكونات الشعب العراقي من مجلس النواب. وهذه اللجنة هي اللي راح ترفع يعني تقرير بتعديلات وراح تستجيب الى كل ما تريده باجواء من الهدوء ونخلص من هذا الضغط الكابس علينا اللي هو ضغط السكن. طبعا هناك من يقول انه هاي المواد وظيفه بالاخير وانه هي من نشرت فالناس بالاخير من صوتت يعني كانت يعني ما تدري هاي المواد الاخيره اللي وظيفت ورا 140. فبالتالي اكو 4 مواد انه اكو مجلس النواب طبعا انه محاضر وهاي المحاضر حقيقه ما احتوت على انه نقاشات على هذه المواد. فحقيقه هذا الكلام يعني يعني مع احترامنا الكبير للقائلين به هو مجافي يعني انا بحدد ذلك تفصيلا. زين اولا يعني انا شاركت بشكل كبير في كتابه المحاضر مع يعني مع الأخوة اللي كانوا قاعدين فيها وراجعتها فهي بحاجة تقبيل المفهرسات وكذا بس كانت يعني أخذت فوق إن شاء الله مش أنا مسوعة في الحاجة. وقضية صار إعلام وصار مؤتمر صحفي وأعلنت لكن أنا مصدر وأتبنتها للأمم المتحدة والزعماء والبطاقة التمويلية ما ضمنتها هذه المواقع وقيمت باجتماع لاحق وكانت مرسلة للطباعة قبل ما يضيفون هذه المواد. فالقول أن الشعب العراقي استفتوا هذه الموجودات هذا حقيقة يعني مو محقق. يعني أنه من ساعات الأخيرة والاجتماعات اللي عقدت زين كثير منها ما كان مضطرعين كانت على مستوى قيادات سياسية فأضيفت هذه المواد وأضيفت المادة 142 لتضع لنا أسلوبا استثنائيا لتعديل الدستور. ايش قالت المادة 142؟ قالت إذا ناخذ الدستور خلال 4 أشهر نشكل لجنة. هاي اللجنة منين؟ بس من أعضاء مجلس النواب. بس يجوز تستخدم القضاء المستشار. بس أنا ما ينفعنا نقول بس أعضاء مجلس النواب. يراعى فيها تنفيذ كل المكونات الموجودة. ليش؟ هذه طريقة مستقبل البلد كذا ما مو راعي بس الاستحقاق الانتخابي استحقاق كافه المكونات. هذا راح تكتب تقرير وهذا التقرير دفعه واحده يقال دفعه واحده حتى لم يراعى فيه اذا عنده يعني مر عليك شويه حتى يدفع لهذا المكتب فيقال من قبل مجلس النواب ثم يعرض على الاستفتاء الشعبي العام رئيس الجمهورية ويعرض على الاستفتاء الشعبي العام ووضع فيه كلمة أيضا إن هذه التعديلات يجب ألا ينقضها ثلثي المصوتين في 3 محافظات وهذا الشرط هسه وضع حتى يعني صار يحكي بلغات المؤيدين لهذه الأفكار الوقت على أنه يكون سيطرة للأغلبية ولذلك وثيقة دستورية عاملها حال للقانون في 50 سنة 1 لا لازم بالتالي إذا كانت المحافظات الغربية اللي هي أصلا نادت بهذه المادة فبالتالي تقدر تنقضها والمحافظات الكلية أيضا يكون لها وهذا ما يسمى بالمنهج التوافقي بطبع منهم كمان هذا شاب عن الديمقراطيات وكذا وصحيح ما قاعد يقول حكومه هي نقد لكن هل هو مائل سوابق؟ لا عندنا احنا نظم النظام التوافقي النظام التوافقي نظام مو مورد يعني رحمنا به بس هو نظام اسسه الفقيه
الامريكي من اصل هولندي ريشفارد. ريشفارد كتب سنه 67 واوضح كل هذه السلبيات واوضح هذه الطريقه وسماها فيتو التقليديات. هي مو بدعه لكن بالتالي الديمقراطيه اسلوب حديث الديمقراطيه، الديمقراطيه تعني من اهم وجوهها يعني حكم الاكثريه. فمنهم من يرى يعني او ينتقد انه لا ينقضه ثلثي ثلاث على كل حال. هسه احنا يا طريق نمشي. شكلت اللجنه من قبل الدستور وحصل على ما يقرب من 78% من التصويت. وكما كان متوقعا صار في هذا الدستور استقطاب التصويت. المحافظات الجنوبيه المحافظات الشمال قيادته بشكل كبير 96.6% والمحافظات الغربيه قيادته يعني نقضته يعني كانت ان اشكاليه محافظه صلاح الدين بعد اشكاليه محافظه الرمادي وكاد ان يسقط الدستور لولا تصويت محافظه الموصل اللي مضت 50. فبالتالي اكو مشكله، اكو محافظات مؤيده اسمها تنشق وهو ما تم التوقع. على كل من قبل من ثلاث محافظات 15 اشهر بشكل اكثر من 50 قبل الدستور. ومثل ما قلت المقدمه نجح هذا الدستور ان يكون نظيفا. ثم مشينا شكلنا اللجنه بعد 4 اشهر. هذه اللجنه اللي بعد 4 اشهر ما قدرت حقيقه وكما متوقع. ليش؟ لان هذا الدستور مبني بتوازنات كلش دقيقه. فحقيقه طريقه تعديله يحتاج الى اصحاب قرار مثل اللي كتبوه. اللي كتبتها كانت قيادات تمتلك يعني كان وكان ضغط باراده دوليه وضغط باراده امميه ضغط يعني بمعنى الانجاز بمعنى الايجابي وضغط شعبي حتى تلعب نفسك وتشوف قوه مقتدره وبيتك حكومه. فبالتالي هذا ما كان موجود الضغط. فبالتالي ما مشت هي انجزت التقرير ونشر التقرير وتضمن حقيقه نقاط ثابته. لكن انت بالتالي ما تقدر تحصل على توافق بحق من قبل من فكره. فلم يرد بعد 4 اشهر هذه اللجنه رفعت تقريرها ما قدرت تحصل على تصويت مجلس. ومشيت. وقضية التعديلات الدستورية ما كانت تمثل أولوية. بالتالي صار عندنا مشاكل أمنية ومشاكل اقتصادية ومشاكل سياسية. لا صارت المطالب مال تشريع. وطلعوا شباب ينادون بإصلاح. هذا الشباب اللي ينادي بالإصلاح حققت لك مطالب مهمة. قدر يسوي فوضي جديدة، قدر يسوي قانون انتخاب جديد، قدر يجبر الحكومة على الإصلاح. وبنفس الوقت أثيرت قضية التعديلات الدستورية. وعلى أساسها رجعنا إلى مربعنا الأول. هل يعتبر تعديل الدستور أولوية لهذا الجانب أو لا؟ وأثناء هذا النقاش أثير سؤال. احنا قاعدين نعدل وفق يا آلية؟ وفق الآلية العادية؟ لو وفق الآلية الاستثنائية اللي رسمتها 142 يعني رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يشكلون لجنة وتلتقي من هنا التعديلات؟ لو لا المجلس النواب يشكل لجنة من أعضائه وتلتقي من هنا التعديلات؟ طبعا رجعنا المحكمة الاتحادية العليا ووجدنا عندها استفسار رافع إلى مجلس النواب. محكمة الاتحادية سائلة محكمة بلا محكمة اتحادية. احنا هاي الأربعة أشهر اللي حددها الدستور واللي ما احترموها يعني ما مجلس النواب ما احترم هاي المدة. فهل تعتبر مادة 240 فاقدة لقوتها الدستورية يعني بعد انتهت روح الآلية العادية؟ لو لا إلا نرجع لها حتى لو ماتت هاي الأربعة أشهر. فهنا اجى جواب المحكمة الاتحادية قال لا. قال بأنه
لابد من تعديل الدستور وفق الآلية الاستثنائية وفق المادة 142. ليش؟ قال لأنك اتفاق سياسي أنتج هذا الدستور، وهذا الاتفاق ما تم احترامه، فلا بد ما ممكن أن يمضي هذا، ما ممكن أن تكون المادة 122 فاعلة ما لم نمضي بهذه الجهة. فبالتالي وفق رأي المحكمة الاتحادية العليا يجب أن نشكل لجنة من مجلس النواب ونرجع للآلية الاستثنائية وإن مضت مدة ومع ذلك شكلت رئاسة الجمهورية بالتعاون مع مجلس الوزراء اللجنة، وهذه اللجنة حقيقة ضمنت يعني خبراء من الجامعات العراقية، وكانت لجنة يغلب عليها الطابع المهني والفني. طبعا الفني طبعا ممكن يهمل الواقع السياسي، هو مو فقط وحده، ولا انه نظريه انه كلية القانون منفصلة عن العلوم السياسية في سنوات الشهر 89 هي جديرة بالواقعية. اليوم احنا مثلا ندرس في فرنسا وفي اغلب الجامعات يعني القانون والسياسة والاقتصاد متناسق، ولكن من المهم القانوني اذا عرض وحده بغض النظر عن الواقع السياسي كلام راح يكون طوباخي خيالي يعني غير واقعي. على الأسف الشديد راح كثير من القانونيين تحليلاتهم منفصلين عن الواقع، إذا ما تراعي الواقع السياسي والتناقضات ما تمشي الوصفة القانونية اللي تسويها. فبالتالي شكلت هذه اللجنة، لجنة رئاسة الجمهورية أنجزت تقرير ما كتبت، لجنة مجلس النواب ما قدرت على رغم اجتماعاتها عديدة نتيجة وجود تناقضات بين الأعضاء نفسهم. بس احنا كأعضاء قاعد يقول احنا مو متفقين، بس هسه لجنة رئاسة الجمهورية لأنها نادت انه يغلب عليها الطابع الفني وما عليها ضغط اعلامي كملت تقريرها ورفعتها للسيد رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية كان مهتم جدا بحضر في 4 اجتماعات تفصيلية وطاها دعم قوي يعني بالتالي كذلك رئيس الوزراء في حينه، فبالتالي قدرت تبلور في الرؤية المعينة. زين، فبالتالي هذا المحور الأول اللي نحكي يعني به بأنه الآلية تعديل الدستور آلية استثنائية، آلية عادية محكمة الاتحادية مع الآلية الاستثنائية، لكن الآلية الاستثنائية لحد اليوم ما أنجزت تقريرها، وبرغم من ذلك الآلية الأخرى برغم من وجود قرار محكمة الاتحادية وديتش المادة تشترك رئيس الجمهورية شكل لجنة، لكن قدم احنا رؤيتنا بعد نفس الوقت من الممكن أن يزاوج ولا وقت. مضت اللجنة الأخرى. لهنا أختم المحور الأول، المحور الثاني اللي أختم به اللي هو يعني فقرة الأخيرة، وهي لو سلمنا بأي من الآليتين، بأي من الآلية العادية أو الاستثنائية، دستورنا لعام 2005 بغض النظر عن كل يعني خلينا نترك الجنبة التاريخية، خلينا نترك الجنبة الدستورية بالنقاش حول أي من الآليتين، وهم خلينا نترك الماضي ونتطلع إلى المستقبل بنظرة استشرافية. واليوم حقيقة أكو تطورات في المنطقة وتعديلات في المنطقة، نريد نمضي ببناء مستقبل لهذا البلد ولمحاكم هذا الدستور بعد أكثر من 17 سنة على إقراره. إن شاء الله نكمل بإذن الله على 15 أشهر احتفال بالدستور، يعني لمراجعة نسميه ميلاد الدستور. فإن شاء الله قبل عيد ميلاد 18 نريد نحاكم هذا الدستور. ماذا يحتاج هذا الدستور؟ زين، حقيقة أي دستور يستند على 3 نقاط يعني تمثل دعائم. اليوم أي أستاذ، أي مختص دستوري، من اللي يدرس أي وثيقة دستورية أمريكية، فرنسية، لبنانية، مصرية، نريد نراجع، نشتغل على 3 نقاط، أولاً وأهم نقطة حقوق والحريات. ما مدى سعة الحقوق والحريات في هذا الدستور؟ هل الحقوق والحريات ضامنة ومو ضامنة لهذا الشعب؟ هل في مقدار واسع من حقوق الإنسان؟ لا. مع ضمانات
العلمانية، هذا الأول. اثنين، طبيعة النظام السياسي البرلماني والرئاسي ووين عبارة. ثلاثة، شكل الدولة، فيدرالي لو بسيط سمي موحد بسيط بسيط مثلا في العلاقة بين الثلاثة، لأن الدولة مركبة فيدرالية فيها مستويين والسلطة هي المركز. فذني الثلاث نقاط الأساسيات ما عداها رتوش يعني مكملات نعبر عنها. فالدستور يمكن يشتغل على الثلاثة وما عداها بسيطات تترتب الأمور نسميها مكملات مطالبات شبه نسميها احنا داعمة ساندة ثانوية بس خلينا نقول ذن الثلاثة الأساسية. فدستورنا من ذن الثلاثة وشو؟ وين يشتغل؟ أولا الحقوق والحريات، يعني نستطيع أن نقول بضرسة أنه هذا الدستور على مدار الحقوق والحريات يعتبر دستور أكثر تقدما في المنطقة، يعني وفي 32 حق وحرية الفصل الثاني من هذا الدستور تعتبر متقدمة جدا، ولقد يعني مثل الأمم المتحدة استشاري دعم هذا الفصل تحديثا عن راسه، يعني ما تدخله هواية ترى يعني بتفاصيل دقيقة للجانب الأمريكي للجانب الأمم المتحدة تدخل بشكل يفرض إيرادة، إنما ترك هذا الأمر للقيادات مع وجود ضغط من مجمل أن منتجون شيء في مقاطعة مع أكثر من رئيس الأمريكي مسلسل. بس ونشرح كتاب التفسير معناه شرح الفصل من هذا المجتمع اللي طلع المفصل من التاريخ. أما الحجة بأنه هذا أمي من قبل الاحتلال هو واقع بصراحة، أنا من صدق أنا رجل كاتب أمي إملاء وكنترول وجوي كذا أحاول بس ما أقدر أقول ماكو إملاء مش الاعتقاد اللي بيصير ذلك الجد وخلص يعني الجد صار المجتمع مطار أو كان جل رحمه مشغول ولا بفرض كان تنتج لو في قديم قاطعة من الناس. فبالتالي أكو الأمم المتحدة استشيرت مثل الأمم المتحدة بقضية الحقوق والحريات، وفي باب الحقوق والحريات نقدر نقول هاي 32 مادة اللي بها تفصيل مفصل، يعني نقدر نبين إن شاء الله بمناسبات أخرى إن شاء الله، يعني تعتبر هواي متقدمة عما عدا. الجانب الثاني طبيعة النظام السياسي، وهنا عندنا فيها إشكالية وهي الطبيعة البرلمانية للنظام. دستور 2005 أقر المادة الأولى أنه هذا النظام برلماني. طلعت لنا مطالبات، هاي المطالبات كانت جدية بتحويل النظام إلى نظام رئاسي يتم انتخاب الرئيس فيه مباشرة من قبل الشعب، وتم تبرير ذلك بأنه إحنا راح نخلينا رئيس متحرر من الضغوط السياسية ومن الضغوط الأحزاب، وبالتالي يقدر ينهض بالواقع في العراق ولازم نغادر النظام الموجود. زين، هنا حقيقة عدد تعليق بسيط هذا الموضوع لأهميته وخطورته، لأنه حقيقة قيادات مهمة وأحزاب مهمة يعني تبنت هذا الطرح من حد وقت قريب. باختصار شديد احنا لا نريد أن نقوم بدرس قانون المكتب لا 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 زين إن شاء الله سبب إن شاء الله. فيما يتعلق بالنظام الرئاسي البرلماني يعني كدستوريين يقول النظام الرئاسي عادة النظام البرلماني مقومات اثنين، أنه مستوى اقتصادي جيد للشعب وثقافة سياسية عالية للشعب. نقدر نطبق به نظام برلماني هي بنته البرلماني رجع. ليش؟ لأن يعني النظام البرلماني ما في رأس، قاعدة التوسيع مالته التنفيذ مالته العفو واسع،
فمن تصير ازمه سياسيه ما راس يتحمل هاي الازمه توقع وين؟ عالجميع. فلذلك نحتاج مستوى اقتصادي جيد ونحتاج مستوى سياسي جيد خلي الشباب على الشغل السفجر يقدر يمتص الصدمات. النظام الرئاسي وين نستخدمه؟ من عندنا مستوى الاقتصاد ضعيف. فنحتاج رئيس للدولة يمشي حتى الناس تمشي وراه. وش نحتاج بنفس الوقت؟ يعني من اكو صدمة يتحملها رئيس الجمهور. نأخذ مثال بسيط نحس اللي صار ب 67 من جماعة الناس. ارتكاز عظيم نحن نعلم واحد يتصور دولة في مصر وجمهور عربي والعربية تخسر مثلا كما صغيرة في إسرائيل نكسر فمن يطلع جماعة الناس النظام الرئاسي يمتص نقمة جماهيرية فأنا أتحمل المسؤولية وأنا أستقيل هذا اللي يسمونه امتصاص صدمة فبالتالي الناس تتحمل هذا هو الرمز ويتحمل المسؤوليه ويتحمل الكاسه ويتحمل الوضعيه فبالتالي يستقيم كويس وبالتالي تطلع جماهير وتأيد وكذا بطريقه او باخرى تم امتصاص الصدمه هذا مصير لكن هذا ما هو رئاسي خطير وخطير جدا في بلد مثل العراق لعده اسباب السبب الاول منظومتنا القانونيه تعطي صلاحيات واسعه لرأس السلطه التنفيذيه بدون ضمانات فمن يكفل عدم انفراد رئيس الجمهوريه مثل النموذج التونسي مثل النموذج المصري والنموذج العراقي اقرب في ظل قيامه في ظل ثقافه شعبيه للزعيمه ثقافه شعبيه تحل للامجاد ولكن انا اقول اليوم والغالب بعد دليل صف اول ولا شنو المشترك نفذ اعلام نفذ كذا نفذ اكو في الثقافه مع الاسف الشديد ثقافه تميل للحسم العسكري والعنف وكذا فهذه ظل تخلي رئيس الجمهورية في ظل بيجي بيئة خطيرة جدا. وهي صارت اعتراف اليوم رجع السلطة فرنسا يقولون لك حنحل بس العسكرية والأمجاد والاحتلالات وكذا فأنت تلطي بيئة قانونية مثل العراق ما بها إعلام مستقل بدرجة كبيرة وحر ولا بها قضاء قوي وقادر على إيقاف كذا ولا بها مؤسسات تقدر تنتقد رئيس الجمهوريه بها مجازة النظام البرلماني بالعراق يضمن تنفيذ واسع يضمن مساهمه الجميع يضمن الحوار احنا نريد داخل المجلس حتى لو يصل العراق يريد يخلي وصل هو مصمم مجلس النواب حتى يمتص النقطه بالشارع كل ما تكون مشاكل مجلس النواب ما توصل بالشارع لان مجلس النواب يصير روتيني هو الخلاف ينعكس بالشارع فالمؤسسات الدستورية خلينا نقول اجتماعيا لأن الاجتماع السياسي كله مدرس بشكل مهم جدا. لأن هذه الشارع من عندي مشاكل ما أنزلها للشارع، لازم المؤسسات الدستورية فخلنا نصير مشاكل مثل كوريا، تركيا، مصر، عندنا العراق، العراق حتى بالمي وبالعفو وكذا، هي مؤسسة مصممة حتى تمتص ما يوصل الخلاف للشارع، تبقى بس بالمؤسسات. فما عندي بيئة مشكلة. لا بد التعليق مع تعلق بالتوجه للنظام الرئاسي، ولا اعتقد ان الطبقه السياسيه مهيئه للتوجه للنظام الرئاسي. هسه النظام المختلط هم ربما مع وجود مشاكل هي الدول اللي بها نظام مختلط ناجحه دائما تصير خلافات بين رئيسين بين رئيس الجمهوريه ورئيس الجمهوريه يحول الى رئيس الوزراء الى شخصيه قانونيه بالعكس راح يصير عنده تنازع بالاختصاصات كبيره. النقطة الأخيرة ما هي العفو بس أعلق على النظام البرلماني الإشكالية الموجودة عندنا في النظام البرلماني المهمة في هذا الدستور يعني لازم ينظر لها بجدية أن دستورنا ما متوازن أعطى السلطة التشريعية الحق في إقالة الحكومة وسحب الثقة منها بس ما أعطى للسلطه التنفيذيه سح حل المحكمه. فيجب هنا انه يكون هاي الطريقه النظام البرلماني تقليديا بهاي الطريقه المتوازنه نسميها احنا الحل وسحب الثقه. فلازم السلطه التنفيذيه تملك ان تحل البرلمان والبرلمان يملك ان شنو؟ يسحب الثقه من رئيس الحكومه رئيس الوزراء. فاحنا نعطيها هاي بس الى رئيس البسط في هاي الصلاحية على مجلس النواب، فمجلس النواب عمليا هو المتحكم بالحياة السياسية.
وله صلاحيات واسعه، وكثير من يرى ان نظامنا يقترب من نظام المجلس يعني في سويسرا اكثر من كون النظام برلماني. هذه ملاحظه جديده للمراجعه، ويمكن ان شاء الله ان اي تعديلات دستوريه وثبتت بشكل كبير ويبقى المجلس الوزراء طلب من رئيس الجمهوريه طلب زين ان نقتحم البرلمان ونجيب الى انتخابات الرماية السلبية ومن على هذا المستوى. النقطة الأخيرة النظام الفيدرالي، النظام الفيدرالي حكم يفارق شكل. ليش؟ النظام الفيدرالي من صمم في العراق صمم يعني بوجود إقليم شبه مستقل من 91. فما كان اكو بوضوح في توزيع الصلاحيات. كذلك كل نظام فيدرالي بالعالم لازم في غرفتين، والاغلب اقدر اعمل عندكم الاغلب الانظمه الفدراليه في العالم فيها غرفتين، يعني سلطه تشريعيه فيها مجلسين، مجلس يمثل الشعب ومجلس شي يمثل الاقاليم والمحافظات. احنا عندنا مجلس واحد يمثل الشعب اللي هو مجلس النواب، بس ما عندنا مجلس يمثل الاقاليم والمحافظات. عندنا مجلس الاتحاد اللي يجب ان يشكل، لكن باللحظات الاخيره شالوه من المسوده نتيجه اضطراب اصلاح القوى السياسيه فرضت عليه وكان اضطرابها مبيحا. فايش صار عندنا؟ صار عندنا مجلس الاقاليم والمحافظات ما عندها من يمثلها في البناء الدستوري في العراق. فبالتالي الاقليم او اي محافظه من تدعي ان بغداد تصادر حقوقها وان يقوم لهم بالاعلام يصفرون وينزلون الخلاف بالشارع. لان ما عندهم مؤسسه دستوريه تحمي، واليوم انا خليني اسال من هي المؤسسه الدستوريه اللي تحمي حقوق الاقاليم والمحافظات من ناحيه الدستور الكراكيب؟ فيجب الاسراع بتشكيل مجلس الاتحاد حتى بعد الاقليم يصير ممثل في بغداد ويكون عند الاقليم وعند المحافظات من يدافع عن حقوقها الدستوريه. تبقى عندنا شغله اشكاليه، انه الدستور خلى مجلس النواب منظومه مفصله وقال مجلس الاتحاد مشكل بقانون هو الغرفه العليا. فهم هاي اشكاليه تكون تعالج. لازم ننظم مجلس الاتحاد في الدستور، هاي اهم نقطه في التعديلات الدستوريه، نسويها مفصله ويبقى شنو صلاحيات الممنوحه عندنا، يعني اذا شكلناها بقانون راح تبقى عرضه للنقض من المحكمه الاتحاديه. فلازم نعطيه صلاحيات، واعتقد ان نعطيه صلاحيات بفيتو على مجلس النواب بالقوانين فقط اللي تنتقص من حقوق الاقاليم والمحافظات. ثم ترجع الى مجلس النواب للتصويت عليها بفوتو. اذا هاي النقطه الاساسيه اللي تؤخذ على شكل الدوله الفيدرالي في العراق. اذا عندنا اشكاليه عليه في النظام البرلماني انه غير متوازن، وعندنا اشكاليه عليه انه في النظام الفيدرالي مالته الاقاليم والمحافظات غير ممثله، وهو ما سبب لنا مشاكل مع الاقليم، لان الى اليوم يرى نفسه غير ممثل بشكل واقعي في المؤسسات، انما ممثل من خلال الاحزاب اللي موجوده بمجلس النواب اللي تعبر دائما عن مواقفها بيانات صحفيه وبتهديج الموقف وبالنزول للشارع. ننزل للشارع يعني المؤسسات اللي كانت كذا ما تبغى. الخلاصه اللي انا قاعد اقول لك واجب على السؤال. تعديل دستور 2005 وظل هجره ضروره استحلنا النظام السياسي لو مجازفه. انا يعني تعديل في ظل جو مستقطب مجازفه. ما زال الجو السياسي في العراق فيه استقطاب حاد. دستور 2005 خط الصد الاخير لحمايه العمليه السياسيه في العراق. فاذا تم اللعب بهذا الصد الاخير ولم يحقق استقرار سياسي او نقل ولم يحقق توافق سياسي، اكو خشيه من انهيار العمليه السياسيه. في ظل جو اقليمي متوتر عن الحسم المسؤول عن وضوح العلاقه بتركيا وتوازنها والتدخلات الاقليميه مهمه، انهيار الوضع في بلدان كبيره، عدم وضوح. فبقاء هذا النص الدستوري واكماله، احنا عندنا مولود ما مكتمل، بعد عندنا 50 قانون ما مقرر.
عندنا كثير من تلقات اراء مستعقل، عندنا تحمل نحن نظام السوق الحر ما صاير، لا زالت الدولة تسير بالخطى اللي رسمتها الى اصلاح نظام القانون في العراق اللي سواها يعني سواها طبعا سبعات واللي استمرت الى اليوم نعاني من دولة يعني بيروقراطية كبيرة اشتراكية. دولتنا حقيقة يعني امام معلن يعني 10 سنين اصلاح نظام القانون في العراق يشتغل 10 سنين للاسف المفشل ولم يعدل النظام الجديد من ذلك الكثير. فانا اسال اليوم انا بحاكم اسال الدستور دون ان اصلح هذه المنظومه القانونيه، هل اصلح المنظومه القانونيه؟ هل اكمل القوانين المرتبطه بالدستور 50 قانون؟ هل اشكل مجلس الاتحاد؟ هل يصير عندي جو من الهدوء السياسي يخف الاستقطاب القائم؟ هل تنولد عندي احزاب وطنيه؟ مشكلتنا كبيرة للأحزاب النظام الحزبي في الدولة. كان تشتغل، يصبح عندنا أحزاب وطنية مو يعني فيها لون واحد. أحزاب وطنية حقيقية تبلور هذا الشباب اليوم عنده تطور مهم في العراق. 53% من سكان العراق ولدوا بعد 2003. فعندنا طبقة كبيرة من الشباب ما ترى في هاي المشاكل اللي كنا نعاني منها من 2003 هاجس مؤرق. يجوز مثلا كثير من الطبقه السياسيه اللي كانت الدستور تنظر للسجون والديكتاتوريه والتعذيب وطبعا عوده هذه الممارسات يعني المؤلمه. اليوم لا الشباب منطلع جيل رقمي يتعلق بالتنميه والتفاهه الاقتصادي وغيره. فهذه الفجوه خلينا يعني تتعلم خلينا نرتب هاي الامور يلا ننظر للتعديلات. يجب ان لا نحاكم الدستور قبل ان يكتمل بنا. انا اعتذر معي عن الاطاله، اشكرك على التجاوزك. صراحة أثرى وأطرى هذه الجلسة الحوارية النقاشية إن شاء الله راح نسمعها. كما يعني أحب أن أرحب بأستاذنا القدير أستاذ جبار المشهداني السياسي المستقل لحضوره هذه الندوة. كنت أتوقع أن الدكتور علي اليعقوبي جاء محررا وفاتحا ومعدلا لهذا الدستور، إلا أني اكتشفت اليوم أنه هو كان عضوا في لجنة كتاب الدستور، وهذه باكرة جديدة طبعا. فبالصدفة بالإطراء يعني الطرفة دكتور أستاذ الحضور، كان أستاذي دكتور صلاح الدين فوزي أستاذي في مصر يعني تلمذت على إيده، كان عضو لجنة كتاب الدستور مصر 2014. فكان يقعدون يكتبون الدستور كان يجلسون في أحد المقاهي، فكان أحد المقاهي طبعا من النظام السياسي اللي تبع الأخوان، فسألهم قال لهم أنتوا ايش عندكم هنا؟ قال له والله إحنا بنذاكر. قال له الفصل خلص أنتوا بتذاكروا إيه؟ يعني توقع يخاف يقول له إحنا نجي نكتب دستور مصر. فكل الدساتير كتبت بعجالة، طبعا هاي ملاحظتك عليا، لأنه النظام ما يقدر يشتغل إذا ما عندي دستور نقدر نعمل عليه. طبعا ملاحظاتك كلها قيمة، وأني يعني ألتمس منك خيرا كونك كنت عضوا لكتابة هذا الدستور والذي رأيت فيه معدلا بهذه الأربعة أشهر والتي هدرها مجلس النواب. صراحة دكتور طبعا قبل لا أفتح النقاش وباب الحوار، الضرورة من التعديل الدستوري يا أخوان يا أساتذة الكرام، يعني هنالك محاور مهمة في تعديل هذا الدستور. نحتاج لمواكبة عجلة الحياة، يعني احنا بيت عندنا وكل ما نريد نرمم قال لك لا دكتور علي اسمح لي يعني اتقاطع معك، كل ما اريد نرمم قال لك لا والله شلون وين نود الغراض شلون هذا مدري كذا. فكثير من بيوتاتنا ما نقدر نبني ولا نرمم ولا نطور من انفسنا، نتعاجز من شيلة الغراض، نتعاجز من اجرنا مكان. كل ما حكينا وقال لك مشكلة إقليمية ولبنان ما خلصت وسوريا ما خلصت، احنا بيتنا نريد نرمم يا دكتور، ما لنا شغلة. هاي الدول كلها استقرت وبنت أنظمة، وممكن يعني حتى النظام الرئاسي إن كان نظام قوي يحفظ هيبة وسيادة الدولة اللي احنا بحاجتها، بحاجة إلى مياه، بحاجة إلى غذاء، بحاجة إلى أمن إقليمي بهذه البلد اللي احنا عايشين به. طبعا المواد كثير من الناس واحترفوا أخيرا يعني كل السلطات الثلاث بما فيها السلطة التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية وحتى المحكمة الاتحادية التي تمثل المحكمة الدستورية العليا في البلاد، اعترفت بأن هذا الدستور فيه بعض المشكلات، مثلا بانتخاب رئيس الجمهورية، وخرجنا حتى من المدد الدستورية، وأصبح القاصي والداني ينظر ما لماذا الحكومة تتأخر في تشكيلها وحتى مضت بعض سنة أو أكثر. طبعا دكتور هنالك مواد كثيرة
فليسمعها الحاضرون الأساتذة الأكارم طلبتنا الأعزاء. المادة 140 تتعلق بإجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها. لأول مرة يكتب في دستور عراقي كتب بأيادي بل دماء ضحت من أجله يذكر كلمة مناطق متنازع عليها. يعني الدستور جاي يقول لنا اكو مشكلة والمفروض يتجاوزها. طبعا استاذ هامون قدموا لك اكيد انت عضو من هذه اللجنه وليس الكل. فالمتنازع عليه المناطق اللي حضراتكم اللي ما يعرفها هي نينوى وديالى وايضا كركوك. هذه المناطق يعني لا يعرف لحد الان مصيرها وربما يحصل استفتاء واعلان استقلالها. الماده 121 تنص على ان رئيس الجمهوريه يتم انتخابه من قبل البرلمان، وهذا ما وقعنا في اشكالات. وانا اعرف من هو طبعا تفسير المحكمه الاتحاديه الاخيره هي الثلثين، وهذا ما وقعنا في مشكلة طبعا في تعديل هذه المادة. المادة 141 تنص على أن القضاء مستقل، نحتاج إلى تعديل توضيح لدور السلطة التشريعية، هي من تنتخب أعضاء المحكمة الاتحادية وهذا ما ينافي استقلالية القضاء. طبعا هذا رأي. المادة 43 تنص على أن هذه المادة أن الدين الإسلامي هو مصدر التشريع وهنالك حقوق وحريات. نجد أن الصالات القاعات وكذا مفتوحة يعني تشتغل، فهذا هم يحتاج تعديل يعني مو بخسن بهم. يعني المادة 49 تنص على الحكومة تتألف من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، ما محدد عددهم، ولذلك تشوفون أنت الوزارات ينطوها وكأنه مكاتب ودكاكين، يوم 19 وزير، يوم 18، يوم 20، يوم 30، إن شاء الله 40، ما محدد. مادة 115 تنص على أن الإقليم يمكنه تشكيل قوات خاصة مسلحة، وهذا ما أوقعنا مشكلة مع الأخوة الأكراد في البيشمرقة. المادة 129 تنص على المحافظات يمكن إجراء استفتاء لتغيير نظامها، نظام الحكم فيها، وهي تحتاج أيضا تعديل وتحديد شروط وآلية هذا الاستفتاء. شنو تحديد العلاقة بينهم وبين المركز؟ وما نشاهد أيضا مشاكلنا اليوم الشائكة ما بين المركز والإقليم. صراحة دكتور علي، طبعا الضرورة أو المجازفة، يعني أنا كان العنوان الضرورة أو المجازفة، عندما قرأت المجازفة توقعت أنه يكون هذا رأيك، أنه نحن في وقت مجازف ولا نريد أن نجازف، وهذا الدستور نعتبر أنه مرحلة نمشي به وضعنا، بس وضعنا متأخر، وضعنا متعطل، وضعنا أوقعنا ما أوقعنا فيه من خروج من المدة الدستورية ومشاكلنا وعدم طبعا كتب النفط والغاز هو ملك الشعب، طبقوا بعض المواد وتركوا بعض المواد، وحتى في تعديلات الدستور وجدوا ضرورة ملحة في تعديل الدستور من أجل التخلص من تشكيل الحكومة بالسرعة التي هم يطلبونها، وليس التعديل من أجل صالح المجتمع بل الشعب بل طيات المجتمع التي تعاني ما تعاني من هذه الوثيقة التي ربما أن تعدل. صراحة دستور 1970 عندما يشكل البعض أنه دستور كتبه البعث، لكن أوجدوا مادة أن هذا الدستور ممكن تعديله. لأننا نستغرب دستور العراق 2005 يتم عرضه على الأمم المتحدة وتضع به فقرة لا يمكن تعديلها إذا احترزت ثلاث محافظات. وعندما ندرس أو ندرس ما هو وضع دستور العراق 2005 يقولوا أنه دستور مغلق، هم مو لا نستطيع أن نقول جامد، الجامد ممكن نذوبه تمام دكتور، بس الشيء المسدود بنقدر نفتحه تمام. فأني طبعا أكيد أساد الكرام السيد القاضي المحترم وائل عبد اللطيف نسمع له كلمة وتعقيب على هذه الندوة العلمية. تفضل سيادة القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكرام جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وافر الشكر والاحترام إلى جامعة الشعب بكل كادرها ورئيس تلامذته وأساتذته. الله يحفظك. أنا واكبت كتاب الدستورين، الأول هو قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية اللي وقعناه في 8 آذار 2004. هذا القانون يعتبر الأساس للدستور العراقي عام 2005، هو اللي وضع التوقيتات، هو اللي ألزم الطبقة السياسية البرلمانية الوزراء لإكمال دستور 2005 في فترة معينة. أولاً هذا الدستور لم يكتب على عجل، أعطيكم خطواته. أولاً هو فكرة في ذهن المعارضة بالخارج وفي ذهن المعارضة أيضاً بالداخل بضرورة مغادرة النظام المركزي. فعندما نغادر النظام المركزي لابد أن نذهب إلى النظام اللامركزي، واللامركزية متعددة، لدينا لا مركزية إدارية
ولدينا علاقة مركزية مرفقية أو مستقية، ولدينا علاقة مركزية سياسية، والمرحلة الأخيرة من المراحل اللامركزية هي الفدرالية التي يتمتع بها الآن إقليم كردستان. اللامركزية السياسية هي العاصمة بغداد التي أريد لها قيام قانوني يختلف عن الإقليم ويختلف عن المحافظات غير المنتظمة في إقليم. اللامركزية المستقية أو المرفقية هي كل هيئاتنا المستقلة اللي يسمحون بها، البنك المركزي، مؤسسة الشهداء، مؤسسة كذا إلى آخره، المساءلة والعدالة، هذه كلها هي الحقيقة هيئات تتمتع باللامركزية المرفقية أو المستقية. ميزتها أن تدار من قبل مجلس إدارة، لكن الجماعة الرئيس أخذ أفلاح عملاقة وترك جانب إلا البنك المركزي على حد معلوماتي الذي هو يستمع إلى مجلس إدارة البنك المركزي. طبعاً بدايتنا في الدستور كانت عام 2003، ما كنا في مجلس الحكومة وشكلنا لجنة 25. لجنة 25 كانت أغلبها من القضاة وأساتذة القانون ومن الحقوقيين، 25 شخصية تدقون وضع مبادئ للدستور العام، أكملوا المهمة وحولوها إلى مجلس الحكم. كان رئيس اللجنة الدكتور عدنان الفاتشي الله يرحمه ورحمه الواسعة، وكتب قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية. صارت من خلال المحكمة الاتحادية والوحدات وكيف راح يصير العمل، كان تفصيلي وصياغته أيضا أكثر دقة من قانون إدارة القانون من الدستور العام في المصر. كل دساتير الدولة العراقية كانت تكتب في يومين في ثلاثة أيام دستور 1925، سبق دستور الدولة العثمانية 1876، وكان مطبق على كل الأقطار أو الدول التي تطبق عليها أو المحتلة من قبل الإمبراطورية العثمانية، وتوقف عام 1914 في بداية الاحتلال البريطاني للعراق وتشكيل حكومة النقيب وكتابة الدستور عام 1925. ثم الدستور عبد الكريم قاسم في كتبه محامي واحد فقط الجميل وكتبه في 24 ساعة فقط. ثم الدستور عبد السلام محمد عارف بعد أن صارت إزاحة إلى نظام عبد الكريم قاسم، بعد ذلك جو الباحثين وصار قانونهم وصار دستورهم عام 1968 عدلوه 1970، وبالانتفاضة طرح مشروع دستور جديد للعراق، ولكن بعد تهدئة الأمور وتهدئة الانتفاضة شالوا مشروع القانون، مشروع الدستور عفوا. ميزة الدستور 2005 هو أنه كتب من قبل لجنة منتخبة من داخل جمعية منتخبة، الجمعية الوطنية جمعية منتخبة، وكنا وأنا كنت أحد أعضائها وأحد كتاب الباب الثاني في الدستور. فهذا اللي جرى هو الحقيقة يعني الوسائل السليمة في كتابة الدستور، أن يكتب من خلال لجنة منتخبة من جمعية منتخبة أيضا. النقص اللي حصل هو، وأنا كنت مسؤول عن الانتخابات بصفتي وزير في حكومة الدكتور العلاوي في 2004-2005، وكنا مكلفين أن نجري الانتخابات بأي شكل من الأشكال، فصارت مقاطعة من الإخوان في المنطقة الغربية، ولم يساهم في الدستور سوى الحزب الإسلامي تقريبا. وعملنا مع الأخ دكتور عدنان الجنابي على استضافة مجموعة من الشخصيات، فإجونا حوالي 16 شخصية غير منتخبين في الجمعية الوطنية وغير منتخبين من داخل الجمعية الوطنية،
الوطنية في كتابة الدستور، فكانوا يبدون آراء، ولكن القطبين المؤثرين كانوا في كتابة الدستور هم الشيعة والكرد. الشيعي يصيح لدينا تحالف استراتيجي مع الكرد، والكرد يصيح لدينا تحالف استراتيجي مع الشيعة. وإحنا كنا القائمة العراقية ممثلين بها تقريباً 8 أشخاص، كان الأخ عدنان الجنابي، كامل القضبان، أنا حسين الشعراق عبد الرحمن، وجار الخزاعي، الدكتورة، وسامي عزارة المعجوم، والدكتور طاهر البركان. الخلاف الرئيسي اللي صار هو فقط في مفهوم الفدرالية اللي طرح من الإخوان اللي إجوا بال 16 بالإضافة إلى اللي كانوا موجودين. وفقونا الفدرالية احنا نصوت على القانون. وكان يمثل الحزب الإسلامي ذاك الوقت الدكتور ما نتذكر اسمه، صار بديل عن الدكتور مسلم عبد الحميد عياد السامر رأي آخر شيء، وزع ورقة على كل أعضاء اللجنة، قال احنا راح نمشي الدستور، بس وراء 4 أشهر من انعقاد جلسة مجلس النواب يجب أن يعدل الدستور. فانعقد مجلس النواب 2006 وفق متطلبات دستور العراق عام 2005، ولكن للأسف اللجنة فشلت في إكمال هذا البعض. أنا أختلف مع الأخ الدكتور على المواد المضافة اللي هي احنا انهينا الدستور في المادة 139، وعرض بمرة واحدة على البرلمان على الجمعية الوطنية بالقبول أو الرفض، كله مو مادة مادة، لو تقبلونه كله لو ترفضونه كله فانقبل. طرح على الاستفتاء بدعم من المرجعية بصراحة، وبالتالي 11,000 مواطن صوتوا على الاستفتاء ومرض الدستور. جينا الى التعديلات اللي لازم نجريها، شكلوا لجنه ايضا برئاسه الدكتور امام حمودي اللي هو كان اصلا رئيس اللجنه في كتابه الدستور، وكان عنده نائب اول اللي هو الدكتور فؤاد معصوم رئيس الجمهوريه الاسبق، والثاني هو عدنان الجنابي اللي هو كان لكن اللجنة مع الأسف ما توفقت وما قدرت توفق في إجراء التعديلات السرية، والسبب أن المادة الأصلية الفعالة في إجراء التعديلات الدستورية هي مادة 116، ولا يعقل أن تكون هناك مادتين للتعديلات الدستورية، وهذا الخطأ اللي تم ارتكابه بإضافة هذه المواد. طبعا محاضر جلسات لجنة كتابة الدستور طبعت مرتين، وفيها المادة 139 فقط، ما بها قبورات معينة محضورة معينة اللي فيها رائحة كردية بصراحة. الآن طبع في 2008 والمواد هي أيضا 139، يعني ما قدروا العقوم يدخلون 140 محضورة معينة 42 43 44 هاي من وجهة نظري كانت مهمة، لكن ما كان الظن تسعوا الحرارة. لهذا ما اجوا الى التعديلات يطبقون اي ماده 126 ولا 142، مثل ما تفضل الاخ الدكتور سالوا المحكمه الاتحاديه العليا، فكانت توصيتها ان تذهبوا الى الماده 142، فان لم تستطيعوا فعودوا الى الماده 126. طبعا 142 فيهم مقيدات، اولا اذا رفض الدستور من اغلبيه الثلثين في 3 محافظات ما يمشي، بينما الماده 126 تخلو من ذلك، ماكو الزام. اثنين ال 142 تريد اعضاء مجلس النواب هم يكتبون التعديلات الدستوريه. الماده 126 لا يوجد فيها هكذا الزام، يعني انت ممكن اساتذه القانون الدستوري، نقابه المحامين، الجمعيات الحقوقيه، المنظمات تشتغل يعني لمغادرة أعضاء مجلس النواب في كتابه، لأنه بصراحة الدستور بحاجة إلى أداة مهنية
تحديدا دستوريه يعني مواكب دساتير الدوله ومواكب العمل الدستوري لا يستطيع ان يضع سيادة القاضي أنا بس أحتاج من عندك من الوقت أريد أشوف النصوص الدستورية اليوم محتاجين تعديلها ما هي الضرورة الملحة سيادة الدكتور قال المجازفة أم ضرورة يعني شو شوف أنت حضرتك اليوم ضروري إحنا نعدل من دستورنا لو مجازفة الدستور هو عجز من نفسه بنفسه بإجراء التعديلات الدستورية ونحن نسوي الانتخابات كان ظروف البلد ما تسمح أصلا بإجراء انتخابات ما تسمح ولكن تم إجراء الانتخابات احنا ظروفنا الان احسن من ظروف الانتخابات اللي حصلت في عام 2005 افضل بكثير يعززها مايلي اكثر من 14 مجلد صدر الى المحكمه الاتحاديه العليا العديد من المجلدات صدرت الى مجلس الدوله كلها تطبيقات الى الدستور تجارب مجالس المحافظات تجارب الحكومات المتعاقبه تجارب مجلس النواب ونحن ايضا نفتقد بصراحه الى الدراسه الوافيه لنتائج كل دوره في العسكريه حاله ممتازه جدا عندما يهمون اي معركه يقعدون يقولون ما هي النتائج المستنبطه من هذه المعركه وين اخطانا وين نجحنا احنا ايضا المفروض ندرس تجاربنا في الدورات اللي صارت ما شاء الله 2005 و6 و10 و14 و18 و21 اكو دراسه يجب ان تكون من هو قانون الانتخابات الافضل وكل يوم شرعي مقامه وكل يوم مخربطين الوضع هذا كله ارباح من بلد ارباح من مواطن سانتي وطبق بشكل عادوا عليه هسه مره ثانيه تطبيق اخر وكان مصلحه الاحزاب القائمه على الوضع هي التي ترتدي هذا الثوب وهي التي تجري التعديل الذي تراه مناسبا وهذا ما يعبر عن الديمقراطيه، الديمقراطيه يراد ان يساهم الشعب باكمله في نظام الحكومه ان لا يقتصر على قوى سياسيه محدده من 2000 تقريبا 3 الى اليوم الى الوقت الحاضر. وفيما يتعلق بجمود الدستور الحقيقه العائله القانونيه اللي نسميها الدستور قوانين منظمه التعليمات الاقامه هذه العائله القانونيه مستمر بها العمل من ايام الحكم العثماني الى اليوم وسوف يستمر هذا الوضع بصراحه الدستور هو كيان الدوله لا دوله بدون دستور ولا دستور بدون القوانين نتاج الدستور الأنظمة والتعليمات نتاج القوانين الأوامر نتاج الأنظمة والتعليمات فإذا أنت ما تقدر يعني تخلي فراغات بهذا الاتجاه ولهذا يجب أن تستكمل كتابة الدستور على أوجه ناحية فيه وكتب في أبواب وكانت الأبواب ممتازة لكن وقعنا في أخطاء في الديباجة نكتب يد جانب كل شيء تكتب المساجة أقول كلمة المكون أي كلمة لم ترد في كل دساتير الدولة العراقية صارت من 25 إلى الوقت الحالي فحتى تقريبا أثر على هذا كتب أن المادة 14 العراقيون ما في لا مكون ولا من يحسنون العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين والمذهب والطائفة والفقر والى اخره حتى الموقف من حده ما ورد في الديباجه او في الباب نعم نعم مشكور سياده القاضي على الايضاحات طبعا انا احب يعني اعقب على سياده القاضي كلامه قال الدستور كتب بنفسه يجب ان يعدل هذا اللي تفضل به طبعا اترك الحديث طبعا الدكتور يوسف اذا عندك شكرا جزيلا دكتور علي وشكرا على وجودي على سلاسه الطرح وبيان الرؤيه والفكره انا مستمتع جدا انا مو قانوني وقد اكون مراقب ومستفيد يعني بهذه الطريقه لكن انا دارس حوكمه الكترونيه فهي الحوكمه هي قوانين اعرف شلون تساب وتقع لكن احنا نكون اعضاء بشكل عام بعد ما بين سياده القاضي
تجربتها غنيه لواحد المشاركين بالدستور. يمكن هذا نبات ما يبنيه هو وجود احد الاعمده اللي يدخل الدستور ما طرحه الدكتور علي. الصراحه بالقوانين ومكاشفه الناس هي الاهم بكل شيء. وقد لا يختلف عن الدكتور علي انه الدستور حال اي وثيقه قد تشيخ قد تكون قاصرة على مواكبة المتطلبات وحاجات الأجيال القادمة. اليوم نحن قد نلزم بالأساتير وبعقليات كتبت الدستور كلها أعمارها يعني قديمة. نحن عندنا ما بين الجيل القادم، هل المتطلبات واحتياجات هذا الجيل معكوسة بنصوص واردة بهذا الموضوع؟ أم هو نتاج تبين نتاج رؤية وصراعات أحزاب ما قبل 2003؟ هذا الاحتياج وهذا الحاجة السياسية وحاجة الحقوق انعكست في وثيقة قد تكون حاكمة لأجيالهم ما مروا بذيك الاحتياجات وما شافوا وتحدث المطالب. فمن حيث المبدأ نحن بحاجة إلى تحديد كل الوثائق سواء كانت أساتير قوانين إلى آخره. اليوم ما يميز الحكومة العراقية تعمل بقرارات قيادة المستوى اللي تعلمين أنه البعث عنده دستور، بعث ما كان عنده دستور، بعث كان عنده قرارات تجارية لأربعة خمسة جهود بحتى ما تكون شهادات. لليوم الدولة العراقية في ظل هذا الحراك والنموذج القانوني قد تصدر قرارات بناء على قرارات كانت دستور. أنا أقول من خلال مراكزي لم أجد في الدستور روح الدولة. اليوم أنا ما أعرف شو المذهب الاقتصادي للدولة العراقية. هل هو اشتراكي؟ هل هو رأسمالي؟ أم هو متاح لكل الحكومات المتعاقبة؟ كل وزير ممكن يطبق هاي الحكومة يشوف اشتراكية لازم الدولة تمشي تسوي، وذيك الوزارة لازم تشوف لا هو رأسمالي خلي يتيح للقطاع الخاص. يروح رئيس وزراء قال أنا أدعم القطاع الخاص بشكل عام، ونجد في الدولة العراقية الآن وزارات عبر عن الأمن. ببساطة نحذفها ببساطة، يعني أنا ما بدي أسمي حتى لا تصير حساسية. بس انا اقدر اعدد لك اربع خمس وزارات الان ممكن حذفها بشكل تام. اليوم يعني اديت لك انا رجعت بس حتى اعطي امثله، شركات القطاع الخاص تقوم بهذه الخدمات بشكل مباشر والناس مرتاحه منها. فاليوم المذهب الاقتصادي للدوله ما اعرفه ولا هو متاح للدستور حتى يكون عمود ثابت. اضافه للموضوع الاخر موضوع تنظيم المكونات، احنا ما نخجل من فكر المكونات، طبعا طبيعي المكونات في المملكه المتحده معروف المكونات من ويلزي من سكوتلندي من غيره ويذكرون بكل بساطه. بس اليوم هل هذه المكونات محصوره بالرؤيه السياسيه الحزبيه الموجوده ام متاحه للناس؟ اليوم هذا ما تغير في لجنه التعديلات الدستوريه. دكتور علي يمكن اشتباهي قال انت عضو في لجنه كتابه الدستور، لكن انت عضو في لجنه ما بعدك شهر ان شاء الله، ان شاء الله تصير على الدستور. هو قال لا في لجنه تعديل تعديل كتاب. اليوم دكتور لو متيح لنا تغيير الاسلوب في ظروف افضل من هذا، من اين نستمد روح التغيير؟ هل من المطالب الشعبيه؟ قد يكون هذا الموجز لان الشعب مشاعر ومبادئ متعدده، تتفاعل بالاعلانات، تتفاعل بالدعايه، تتفاعل بقضايا مختلفه، ام نذهب للاحزاب السياسيه المتصارعه اللي قد يكون يغلب عليها الصفه العامه والمصلحه الشخصيه؟ من اين يتم استماد روح هذا التغيير وشو المحاور اللي نغير فيها؟ انا بصراحه هاي الاسئله عندي دورات ومواقف حتى لو بدنا نغير بالموضوع شو اجازه ممكن ان نعكس مصالح وقتيه لاحزاب مثل ما اشار السياده الماضي بموضوع الانتخابات. اليوم احنا كل دوله تجي بسجون انتخابات على طول. انا ما بدي اطيل لكن هذه مراقبه اتمنى اسمع اجابه من عندكم. شكرا لكم. شكرا جزيلا. طبعا السياسه الماضي اقل من كثير واضحه وشراكه تاريخ. بخصوص اتفق تماما كل اللي ذكرها حقيقه انقلابت تماما وهذا اكثر شيء اللي تم مناقشته. بس انا معقل بشيء واحد انه عاده احنا يفرق بين الدستور هو واحد مثل ما شعر السنة الماضية قرارات المحكمة الاتحادية اليوم تقدم لنا تحسين استراتيجي مهم. ومن الممكن
تعديل محتوى الإرادة الدستور من خلال شرط. أولاً التفسيرات التي تفتح المحكمة المتعاقبة أن تكون مجملة بنصوص الدستور. الدستور بنصوص عامة، مو شرط يخوض بالتفاصيل، من أول أن لا يخوض بالتفاصيل. حتى المحكمة المتعاقبة تكون عندها مرونة بهاي التفاصيل وتفسر وفق المصلحة العليا. المسألة الثانية من خلال الممارسة والتطبيقات والخبرة السياسية اللي صارت لدينا، صارت عندنا تجارب مهمة كبيرة. فنبدا مثلا بمثال قضية تصدير نفط في كردستان. مثلا قررت المحكمة الاتحادية حقيقة وهي قرار معين مع قرارات التحكيم الدولي أن تضبط هذه المسألة. والمراد لقانون النفط والغاز أن يستلم هذا الأمر ويعدل. كذلك المذهب الاقتصادي للدولة واضح، واضح أنه أكو إرلاك التحكيم المادة 25 تدخل الدولة الصحة الاقتصادية العراقية وفوق أسس حديثة. أسس حديثة مثلاً ممكن بعد القوانين المكملة تكملها تجربة السياسية والمحكمة الاتحادية العليا. فالإرادة بالتنمية الآن يعني تشخيص كلش دقيق، منين نستمد التغيير؟ منين يجب؟ صراحة هاي الطاقات الشاردة اللي كنا اليوم فوق ال 53% من الشعب العراقي مشكلتها أنه بصراحة يعني نقول أكو فوبيا من الأحزاب. وهذا خطر على النظام السياسي. اليوم الاحزاب الموجوده لا تستطيع ان تلبي يعني الاحتياجات الشعب، يجب انتاج احزاب جديده حيه وطنيه تمثل هذا الشريك حق الشعب. ما دام يكون شعب المستقل ضعيف يعني متشتت وجربنا احنا لازم انه يتم انتاج احزاب وطنيه جديده تقدر تبلور مطالب هاي الشباب. دول الشباب اذا بطلوا وين ما يفعلون الفعاليات السياسيه بعيدين عن اي تنظيم سياسي ما راح يقدرون يتحكمون. لذلك اذا اليوم نريد ان نعدل المصطلح عليه لم يسال الاحزاب الفاعله بكثره الدستوريه بعد لم يستنصر هذا الموضوع. فماذا سينتج؟ راح ينتج احنا راح نلعب بالدستور بالخط الصد الاخير، الناس تفقد اي ثقه بالعمليه السياسيه بعد ما فيش مصلحه. لان نفس الفاعلين السياسيين موجودين، لكن اذا قدرنا ننتج من خلال الانتخابات نغير الوجود وجود جديده شابه تحمل الوضع بعيدا عن العقد السابقه بعيدا عن الصراعات السابقه راح تنتج لنا مطالب جديده. فتكون هي هاي الماده اللي نتحرك لها، لان مطالب الشباب اذا تغيروا بخطه السياسيه نقدر نصلح هذا الاحزاب ونقدر نسوي هاي الاسس الحديثه بالانتصار بالحركه لها بالمطالب الشباب ونحسن تدريجيا المطالب بطريقه تدريجيه غير عرفيه. مكونات بصراحه متفق بهذه الفرصه جدا الواحد، يعني بصراحه ممكن نقول العراق ما هو مكونات، انا احس انه يبنى راسا لان عندنا الاقليات اللي تقدر مثل الدنيا يعني تبني. فمن الممكن احنا ها من مراسل احنا نسمع، احنا عندنا كوتا، عندنا قوانين معينه منظمه منظمه هذا الشيء. والجانب المفروض اللي عندنا بصراحه هو الثقه. اذا نشأت الثقه بين مكونات الشعب العراقي، نشأت بين هذا السنس، كان ينظر الشخص بالمحافظه الشماليه الى انه ينظر الى تمثل حقيقي مصالحه بالعكس في الجنوب، انا راح ما يتخفض، الثقه تنمي مع الوقت ومع الممارسه. فاحنا حقيقه نحتاج لنا تطبيق القرارات من المحكمه الاتحاديه العليا، نعالج من خلال الثغرات الموجوده بالدستور، نكمل القوانين المكمله، ننشئ احزاب جديده روح شعب وبقيادة واحدة هي اللي تقوم عملية التعديلات الدستورية بأسس حديثة بعيدا عن استقطاع القائد الأوروبيين. شكرا دكتور. يا ريت المايك يتقرب الدكتور ناصر الكناني، طبعا نحب نسمع ملاحظاته ومشاركته ويانا يعني بالندوة الحوارية. طبعا يا ريت تفضل يا ريت دكتور. طبعا رحب بالخبير الاقتصادي والسياسي دكتور ناصر الكناني اللي كان مرشح طبعا هو بالسابق بس ما صار وزير ماليه ما اعرف ليش. السلام عليكم. عليكم السلام. اخواتي وبناتي. ربي ان يشرح جميع على العراق من هذه الحكومه التي بدات محامه الاختلاف الروايه هذه وان شاء الله نخلص من هذه الكتلة تدين كتلة خير تمتاز الوطنية. أنا
اتكلم اول مره عن الدستور، هل الدستور فعلا منطبق؟ انا لا ارى تطبيق الدستور حقيقه، وبالاخص في الباب الاول بدنا نحكي عن حقوق الفريق. بدنا نحكي عن الماده مثلا 30 هي تكفل الدوله المواطن حق السكن السكن الملائم. هل فعلا الدولة حققت هذا؟ سؤال للجميع، هل فعلا حققت الدولة والأستاذ الأخص دكتور علي حققت هذا؟ لا لا، هو سؤالي لك يعني أنا بدي أقول نحتاج إلى مجلس إعمار حقيقة، بلد جدا محتاج إلى هذا الموضوع. ايضا احكي اتكلم على المواد 61 رابعا، ما هي المعاهدات التي تمت المصادقه عليها من قبل مجلس النواب او النواب بصوره عامه؟ شكرا لك. اشكرك دكتور حياك الله. طبعا يا ريت تجاوب دكتور انت مجال اخر. شكرا جزيلا جناب الدكتور، وان شاء الله اكيد نستفيد من خبرته الاقتصاديه واسعه ان شاء الله. حقيقه احنا مو قاعد نقول بانه دستور مثالي وانه يحقق، لكن هو اكو خط بياني يعني. ايش قد نقترب من عنده حتى نحقق 30 40 50% 80%، هذا شيء جيد. ما من الممكن احنا نقدر الحقوق والحريات مثلا، طبعا عندنا فرق بين الحق والحريه، وعندنا ايضا فرق يعني تفصيلي بهذا المجال. فما نقدر نقول بانه مثلا الدوله العراقيه كل هاي الازمات اللي نجي نقيس من 2005 الاحتلال ثم الإرهاب ثم الاغتيالات ثم اضطراب الموازنة ثم داعش، ما أريد أبرر بس ما أريد أقول أنا عندي خط بياني في دولة مستقرة متعافية بميزانية متوازنة وتقدر تصعد بها. وأنا متأكد والدكتور يتمنى إن شاء الله، شكرا دكتور، ما أخذ وزارة المالية والتنمية راح يشوف حجم التحديات الهائلة بالتطبيق اللي هي تبدي من الترهل الحكومي الى الموازنه الى الكذا. لكن انا اقول في ظل هاي التحديات ايش قد انا حققت؟ اقدر مثلا في ظل هاي التحديات وصلت لهذا الخط البياني؟ اكيد اكو تقصير بالحقوق والحريات 100%، اكو تقصير بملف السكن، تقصير كبير ما غير مبرر. لكن هل هذا ذنب الدستور ام ذنب التطبيق؟ طبعا هي دعوه اكيد للحكومة وللمؤسسات الرسمية الدستورية للعمل بجد لمعالجة هذه الإخفاقات ولتعيد، فبالتالي هم يتحمل الدستور مثل أشبه من نقول القرآن مثلا أو الشريعة وثيقة مقدسة، لكن عندنا مئات الحركات المتطرفة اللي تقتل وتذبح باسم الدين، فهل يتحمل القرآن والشرائع الدينية مثلا وزر هذه الحركات المتطرفة مثلا لقدر نسد داعش القاعدة مثلا إلى الدين؟ فأكيد من يصير عندنا إخفاق حكومي هذا مو ذنب الدستور، هذا ذنب الحكومه وذنب الجهات التنفيذيه اللي نسمع من كل حكومه في برنامجها الحكومي وصفه وعلى اساس مطبق منها الكثير، فهو خلل بالجانب التنفيذي وهو غير مبرر. وان شاء الله نطمح نسمع انه ان شاء الله في ظل هذه الحكومه اكو بوادر، يعني ما راح نقول نحقق الطموح بس نقدر نقول تقدم طفيف تدريجي، ملف ما ادري يشتغلون بالضمان الصحي او قضايا الاستثمار في السكن او غيره. نطمح، لكن هو مو شغل دستوري، هذا شغل سلطه تنفيذيه. شباب قضيه المعاهدات والاتفاقيات اللي دخل، احنا عندنا قانون اقره مجلس النواب سنه 15 نظم قضيه المعاهدات والاتفاقيات والدخول بها. ومن ذلك الوقت طبعا احنا عندنا انه المعاهده او الاتفاقيه من تدخل للمنظومة العراقية للمنظومة التشريعية تدخل بقانون وما عندها علوية على القانون، يعني ما
هذا حالنا حال القانون. فبالتالي أهم الاتفاقيات اللي وقع عليها طبعا الأهم والأبرز هي اتفاقية صوفا لتنظيم خروج القوات الأمريكية من العراق. معاهدات أخرى مع الجانب التركي، هناك معاهدات مع إيران، مع الكويت، تنظيم المناحة بخور عبد الله. زين هذه اتفاقيات مهمة واستراتيجية. كذلك اتفاقية التعاون والصداقة مع الاتحاد الأوروبي مهمة جدا عام 13. وكذلك يعني عندنا تنظيم الآن مع الإعفاءات الضريبية مع دول مهمة كالسعودية مثل كوريا مثل يعني بعد يعني كثير من المعاهدات. اي وهي تعبير الفرق بين المعاهدة والاتفاقية وكذا، هذه أيضا بها تفصيل فصلها كلها قانون رقم 30 لسنة 15. إذا كان عندكم نقطة محددة مثلا تسألون عنها، وإذا كان فعلا أنا أعتقد أن من أمهات المعاهدات المهمة اللي وقع عليه مع الجانب الأمريكي ومع الاتحاد الأوروبي ومع خور عبد الله الكويت تنظيم المناحة. طبعا شكرا دكتور. انقل المايك للاستاذ جبار المشهداني طبعا السياسي المستقل، يا ريت اسمع تعقيبك شباب من الموجودين هنا متابعه بس المايك. لا انا بس اسمع يعني تعديلات يعني نستفاد من دكتور علي عقوبي كونه عضو لجنه التعديلات. شو وقت تتعدل يا يوم يا وقت يا ما نعرف. شكرا جزيلا حقيقه على الدعوه، وسعيد بالتواجد في هذا الصحن العلمي ومع الأسماء الكبيرة. أنا حقيقة يعني متفاجئ من دعوة الدكتور أساساً وميلي إلى التحفظ واعتبار أن التغييرات هي مجازفة. ربما بسبب المحاصصة عملت في مجلس النواب من عام 2007 لليوم، وشاهدت كيف يتم التعامل مع الدستور، وهذه جملة مهمة جدا. حيث ما ترد جملة علينا العودة إلى الدستور من أي جهة سياسية كانت، فإن هذه الجملة تعني بالضرورة خلينا نقعد نتفرج، وتعكس عدم الالتزام اللي يتحدث عنه الدكتور، أنه الدستور تم التعامل معه زجاج واقعي للطبقة السياسية وليس وثيقة يتم ترجمتها إلى قوانين وتعليمات وأنظمة حتى تخدم الناس وتسير الوضع السياسي. فقضية هل هو ضرورة أم مجازفة، أنا أعتقد الوضع اللي وصل إلى العراق الآن يعني يحتم المجازفة، لأنه وسط الطبقة كافة 50% اللي حضرتك تقول عنها الشباب، وصلوا إلى مرحلة اليأس، وعندما تصل الناس إلى مرحلة اليأس ربما تكون حتى المجازفة ضرورة، لأنه فقدان الثقة اللي تحدثت عنه حضرتك هو أيضاً جاءتي من مجموعة أحزاب استخدمت هذا الدستور بطريقة غير صحيحة. فبالتالي أنا يعني أتمنى أن أسمع من حضرتك يعني لماذا تميل إلى انتظار او تاجيل التعديل، لان الحقيقه هذه يعني غير مضمونه بالنسبه لي. يعني من وقت المبادره الدكتور القاضي سيد القاضي وهو من كتاب الدستور يبدو اني كان روحه هو مليان الى التعديلات والى تبني تعديلات، بينما انت محسوب على الجيل الشبابي وتميل الى التحفظ. هذا هو تقريبا. شكرا جزيلا. طريقة نظرة مهمة وبدليل الطروحات التي طرحت. أعقب على كلام الأستاذ جبار بخصوص لماذا يرى دكتور علي أن تعديل الدستور مجازفة. أنا حسب رأيي المتواضع أرى أن الوقت هو أساس ما طرحت حضرتك، أنه بالفعل كلنا لدينا رغبة بتعديل الدستور لمعالجة جملة من المشكلات التي يعاني منها الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلد. لكن اعتقد ان انا شخصيا مع انه يؤجل التعديل، لان الوضع السياسي في البلد يعني هسه اتحدث عن هذه السنوات يعني تحديدا عن هذه السنه يمكن هناك ميل او هناك تحرك الى تعديل بعض الوضع السياسي، تعديل بعض الوضع الاقتصادي في البلد.
هناك أمل الآن يمكن في قلوب كثير من الشعب العراقي أننا نأمل أن القادم أفضل. أنا أتحدث باسم شخصية وما أعرف يعني مما أسمع من بعض الناس. نعم هناك قلق، هناك غضب، هناك تأخير في كثير من الأمور، لكن ما زال الأمل يراد. عندما يحدث الآن يبعث الأمل في قلوبنا أننا ممكن يتحسن وضع البلد إلى الأفضل والأفضل. نرى اتفاق بعض الكتل السياسية على تعديل جملة منهم. يعني الآن نرى من كردستان غير ما كان سابقا. هناك اتفاق في جملة من الأمور مع الحكومة الاتحادية. إذا أكو تحرك من أكثر الكتل السياسية لتعديل الوضع السياسي في العراق. دعونا ننتظر بعض السنوات، سنتين ممكن، ثلاث. لنرى الوضع العام خلال انتهاء الحكومة، ربما يكون مهيئ البلد بعد ذلك للتعديل الدستوري، لأنه هو مطلب شعبي، مطلب سياسي، مطلب جماهيري، لا شك في ذلك. لكن دعونا نختار الوقت المناسب حتى لا تحدث أحداث تؤدي إلى زعزعة الوضع بعد ما بدينا نتحرك ونشعر ببعض من الإيمان أنه يمكن القادم أفضل لشبابنا، لجيلنا، لتحقيق جملة من الطموحات، جملة من السياسات، تعديل بعض القوانين، تعديل بعض النهضة بالوزارات مثل ما تفضل الدكتور يوسف، بحاجة إلى نهضة في كثير من الوزارات. هي شبكة متواصلة من العلاقات لا يمكن فصل جزء عن جزء، يعني يبقى الدستور والنظام يعني كل شيء في الدولة بصورة عامة، الوضع السياسي، الوضع الجهات التنفيذية والجهات التشريعية. نعمل إن شاء الله بخير وشكرا جزيلا على ما قدمت. شكرا جزيلا لكم دكتورة، حياكم الله. أنا أسمع المداخلة للأستاذ عمر ناصر، أكيد المداخلة وجيز المايك لهاي الطاولة. طبعا شاهد المشاركة، طبعا أكيد حضوركم مشرف، وأكو شاهد تقديرية لحضراتكم أساتذة، طبعا اللي غادرنا أستاذ وائل عبد اللطيف، اللي غادرنا أيضا الأستاذ كنانية. تفضل أستاذ عمر. تفضل. شكرا جزيلا للدكتور الكرام للسيد المعالي. ابتداء قبل ان اعقب عن موضوع تعديل الدستور، هل هو ضروري ام مجازفه؟ انا اعتقد بان الموضوع حتى القران الكريم لما جاء السور فكان فيها ناسخ ومنسوخ، كان فيها على القرانيه تنسخ به قبل وكان تضر بلا شك. اما ضروره ايجاد الوقت الزمني المناسب، هل هو في هذه الفتره ام في الفتره المقبله؟ كل ذلك هو يدفع المناخ السياسي والتغييرات المحليه التي في الموجوده في الساحه السياسيه والتي تؤثر على الموقف السياسي وصنع القرار السياسي. الاهم من هذا كله هو اذا اردنا الذهاب الى تعديل الدستور، فاعتقد بانه من اهم النقاط التي ينبغي الانتباه اليها هو وقوع تحت توضيح وتنظيم شكل العلاقه ما بين المركز والحكومه. وهذه هي النقطه الاساسيه في عدم تطبيق جميع بنود الدستور بشكل حرفي وبشكل مطلق. الدستور جاء مناسب للتطلعات والمقاسات الكل، وهذا ما لمسناه في كل المراحل الماضيه، والدليل على ذلك في كل ازمه سياسيه يدعو الكلهم باتجاه المنادى في تطبيق الدستور، وهذا حق اي بما معنى انهم يستمدون القوه من هذه من المكتسبات التي تحققت من هذا الدستور. تعدد مصادر القرار ايضا لدينا مشكله كبيره فيه. هنالك تعدد مصادر القرار، وللاسف الشديد اقول هي احدى الاشياء التي ينبغي مراجعتها باي شكل من الاشكال في المرحله المقبله، لانها سوف ربما سوف تكون بمثابه التسونامي الذي سوف يحصل في العمليه السياسيه في حال لم يتم معالجه هذا الموضوع بشكل دقيق. اما اذا اردنا الذهاب الى النسبه المئويه للمواطنين الذين ذهبوا للتصويت لهذا الدستور، انا باعتقادي فعلينا اولا ان نذهب لمعرفه النسبه المئويه التي قرأوا فيها الدستور. كم هي النسبه المئويه من الناس او الشارع الذين ذهبوا للدستور لقراءة هذا الدستور بشكل حرفي وموضوعي وفهموا ما فيه من هفوات وإخفاقات وتلفات حتى يكون هنالك لنا أرضية اسمها فولاذية بإمكاننا الذهاب إليها وقت التصويت. أعتقد بأن يعني المادة الباقية للحقوق والحريات
الحرية في العراق للأسف الشديد فهمت بعد التغيير عام 2003 بصورة مضبوطة، والدليل على ذلك أن الحريات القوى المتقدمة هي حريات مضبوطة، بينما في العراق هي حريات مختلفة، وهذا ما رأيناه من خلال الحريات القابضة وبعض يعني الآراء التي ذهبت باتجاه شق عصا المجتمع بشكل كامل، وذلك يؤدي بشكل او باخر الى تشوه القرار السياسي والى امور جانبيه. نعم باختصار المشهد الذي تحدث عنها الدكتور علي المحمود التي هي ربما سوف تبقى في داخل مجلس النواب، وانا اعتقد اتفق معك بمثل هذه الجزئيه. في الدول المتحضره نعم تبقى هذه المشاكل هي محصورة في داخل مجلس النواب، لكن في العراق هو شيء مختلف. الجميع يعلم بأن الإعلام كان له دور كبير في تشطي المجتمع في فترة من الفترات، وكانت هنالك أصوات تنادي الطائفية وتنادي المصرية والعراقية ما بين عامي 2005 و 2005، وكان السبب في ذلك هو ذهاب بعض السياسيين للأسف الشديد الى الاعلام والتحدث بلهجه خشنه ادى الى ان يكون هناك. اشكرك استاذ عمر، طبعا هم باجابه دقيقه نقدر نجاوبها حتى نعطي المجال للست هديل او استاذ حميد اذا عندكم اسئله. تفضل. شكرا استاذ شباش، شكرا جزيلا. اذا كانت هو انصح تبارك الشباب المتحمس التحليلات والاخر. انا حبيت انظر من هذه الرؤيه كيف يجب ان يكون التعديل لاجل التغيير. يعني مع التعديل ينتج من استقرار غيرات طبعا. الدستور لا يعني ان يعدل. الدستور الفرنسي قدم منذ فترات 48% من المستثمر، يعني اكثر من نص قدم هو قدر 48%. فعلى اكيد مع التعديل بشرط المنتج استقرار، يعني ايش من تعديلات الدستوريه؟ النفاق والجزيره والجنوس والاهداف السياسيه كلها اشتدت في حوارات عاليه اشتنتجت. كانت مطلع التعديلات ما تثير احد ولا تسوي لها مشكله. المحافظ منتخب من مجلس المحافظه الذي انتخب من الناس. عدد اعضاء المستمرات مو هواي 320 نزل كل 100,000 واحد، نزل كل 250,000 واحد، فينزل بالنص. ونسوي وشنو عدلنا الدستور وما شاء الله والله احسن زين. ما اعتقد هاي المجازفه، ليش؟ لانه يسوق الى الناس على انه انجاز، راح الناس ترى انه ضعاف. لا راح يرون هم مشكله في العراق هي المنتخب المحافظ بشكل مباشر والنقاش شنو من رواتب اعضاء السنوات من المنازل. وصراحه انا اقول لك متنادي الحمله التي تشن على مجلس النواب حمله ملموسه لتدمير النظام الديمقراطي في العراق، ولم تجد صراع بين المؤسسه الشبيبه الكامل والنيجيري بطريقه غير ملموسه بسبب الفساد من السلطه التنفيذيه. مو من السلطة، مو من مجلس النواب، وماذا يملك مجلس النواب؟ 16 حقل إدارة حماية فقط أربعة أشهر، شو بيتمثل بالنسبة الرياضية بالموازنة؟ لكن انظر إلى التدهور العالي شارع الوزارات كاملة بدون وظائف حقيقية. ما حد يجي على السلطة التنفيذية والفساد والصفقات والعقود والكذا، الفساد يجب أن تراجع السلطة التنفيذية، إذا هناك تشويش على الناس، يجب أن نراجع فإذا أنا مثل ما فضلت أنا احنا ما عم تعديل بس المنتج استقرار ويحدد وماني اخاف ان اعمل هاي الوثيقه والناس ما عاد تفقد اي بقى من العمليه السياسيه اللي انا عدلت تصير كل شيء صح. فلان مو مع انه شرط او مصيب مع صوت الحكمه انه يجب ان يعدل الدستور اولا باحزاب جديده واعيه ناضجه شابه تمثل هموم حقيقيه بهاي الفتره الخمسين هاي المواطن. ما يجب ان اثنين يجب ان تكون التعديلات جوهريه وبطريقه بعيده عن الاستقرارات الطائفيه. ثالثا يجب ان يراعى قبول الجميع في الصلاه، نعم الى الان مو احد صار يضرب فيه هذا المهم. اثنين ليش وضعنا نزل؟ من
صور محايدة لو سمحت. بلد لديه هبة جغرافية 3% بالسنة، أعلى معدن نمو بالعالم، يعني كل سنة ينتج مليون لثلاثمية ألف طفل. واحد. اثنين، بلد يصدر يومياً أكثر من 5 مليون برميل نفط. ماذا يريد أي واحد يخطط استراتيجية أكثر من طاقة شاملة كبيرة وفلوس؟ أي مخطط استراتيجي للعالم يبتغي بشر وفلوس، شو نقص بالإصلاح؟ واحد، خللنا في الإدارة، وأنا أستعيد أعمالها. محاورة مهمة جداً، مهمة جداً للحقيقة السفير البريطاني. هذا محاورة أنا قبل ما يقابل معها. سيدي قبل ما يقابل وجعل هذا بالتقاعد، فقالوا له شو تجربتك في العراق؟ فقال تجربتي في العراق انه هذا البلد يتمتع هاي مرتين بدرجة قوة فظيعة، لكن اشكالية الإدارة المالية مالته، يعني اليوم احنا نجي الميزانية شلون تبنى الموازنة العامة في العراق؟ احنا نعترض أي واحد بالعالم، قال له شلون تبني موازنة العراق؟ مثلا أول ما يجي الفلوس تصدر وناخذ كل شيء بالمبلغ رواتب، قال نعمل مبادرة التمويلية والغاز والنفط والبنزين، هذه سداد الديون، شو قال بعد الموازنة الاستثمارية بعد هذا اللي كلهم؟ قال أنا 20%، شو تبني الجامعات والمدارس والمستشفيات والصحافة؟ والتعبيرات الإدارة المالية في العراق خراب. هذا هو الأسلوب. فإحنا علينا فقط بتخطيط استراتيجي، وضع في العراق بانتخابات، بتداول سلمي وسفر، بفلوس، بشباب. فهو وضع مثالي وجيد لأي من ينزل يمسك زمام المبادرة. أما رئيس الوزراء فلا تعوزه أي صلاحية، أنا أستعير لكم تجربة بسيطة، عندما أصبح هناك فوية في البستان، ماذا تملك؟ شو المعداد يمسها صلاحية؟ وشو الأقليم المخاف من عندها عند صلاحية؟ ماذا أي مكتفين؟ الطيارات منطقة ميتة لنسى طيارة طرق يدون أغلقت، والآن نفط يقولنا قرار دولي يغلل تركيا 1,500,000,000 قرار محكمة التحكيم الدولي في باريس إذا صدرت إلا من طريق سوريا. فكل شيء عندك أنت في مقدرك، ماذا معنى في الأسبوع؟ أنت تستطيع أن تصنع إدارة رشيدة، ما نستطيع إدارة رشيدة، ونحقق هذه الإدارة، لذلك يجعل الأمر أن نقص القوة أن نحط قوة مهمة غير مستثمرة من قبل صانعك ناصر. حقيقة الدستور يعطي صلاحيات هائلة للرئيس الوزراء، لو استثمرها والله أكيد راجعين لك دكتور. خلينا نسمع التعقيب، الحديث كله لك أنت اليوم، أنت سيدنا وغالينا. أسمع من الأساتذة، أستاذ دكتور علي إدا ست هدير، ماكو مداخلة طبعا، أسمع المداخلة من دكتورنا أستاذ الفاضل. إحنا أكيد مداخلة قسم القانون طبعا، كلية القانون، دكتورة ليان أو دكتورة جمانة على هاي الطاولة المايك. طبعا المناسبة الملحوظة دكتور يوسف الأستاذ الحضور، طبعا السفير ستيفن هيكي قال احنا كبريطانيا وامريكا اجينا العراق انه احنا نستفاد، احنا ناخذ من عندكم، انتم عندكم خير يغطي الدول، بس ادارة ما عندكم، وهذا ما ينقصنا الادارة. ولذلك كل ما نرجع عندنا مشكلات قال لك الدستور، فالناس جاي تدزنا على الدستور. الدكتور اليوم شبه اللي يريد يقنعنا يقول بس هي الوثيقة الأخيرة ظلت، غيرته راح يغير. طبعا حجان هو يسربهن مال الانتخاب المحافظ وال مجلس نواب راح يقللون ونقنعهم كيف الحديث. طبعا الدكتور اليان لما طرقنا الى موضوع المعاهدات، المهمة اجت في بالي جزئية مهمة ما طرق لها دستور 2005، وهي التي تتعلق باعمال السيادة. مثل ما درس حضرتك وجميع القانونيين يعرفون ان هذه النظرية من وردت فرنسا، ما تزال فرنسا تأخذ بها كثير من الدول. لحد سنة 89 بدأ الأخذ بها بشكل خلينا نقول متطرف، أنه مو بس الأعمال اللي تصدر من رئيس الجمهورية، وإنما أي قرار أو عمل يصدر تنفيذ هذا القانون أو القرار يعتبر أعمال سيادة، هذا الاتجاه متطرف صحيح. لكن من نشأة الدولة العراقية ل 2005 إحنا نأخذ بأعمال سيادة. دستور 2005 أخبر أعمال السيادة بشكل نهائي. أنا من وجهة نظري أنه يجب الأخذ بأعمال السيادة على الأقل فيما يتعلق بالمعاهدات
بين العرب واعمال السفارات والقنصليات، لانه مثل ما نعرف قلنا انها دوله شخصيه معنويه، يعني التزاماتها تبقى قائمه. فبهالحاله شنو مصلحه المواطن لما يطعن بمعاهده دوليه تخص ترسيم الحدود او شراء اسلحه او غيرها؟ يعني لازم يكون اكو اعمال سياده ناخذ بها فيما يخص المعاهده والشان العام. هذه نقطه. النقطه الثانيه، في حال كان عندنا استفتاء دستوري او تعديلات دستوريه، هذه خطوه ضروريه وملحه، راح يصير جينيه نشأوا على هذا الدستور. تقريبا انا من وين بديت اوعى بعد الانتخابات مال 2005 بدات المشاكل، يعني بدات المفخخات، بدا الدرح، بدات الطائفيه، وراها سبايكات داعش، وايد مشاكل. اصلا قبل الدستور ما كنا احنا بنج الدوام. فأنا أشوف ملحة جداً عملية التعديل وضرورية، بالإضافة لذلك هنالك الكثير من النصوص الدستورية فيها تعارض. وأضف إلى ذلك أنه في حال حصل عندنا تعديل يجب أن يكون هنالك ندوات وورش توعوية لجميع المواطنين. إحنا يمكن كأساتذة قانون، طلاب قانون، نعرف خطورة الموضوع، أهميته، آثاره راح تمتد ويانا، لكن باقي التخصصات يجهلون أهمية الموضوع. إحنا نحتاج بالمراكز الانتخابية يعني ورش توعوية حول أهمية موضوع التعديلات. بالإضافة لذلك حضرتك ذكرت أنه إحنا أقرب للنظام المجلسي في سويسرا. زين، أنا هنا أتصدر الذهني السؤال أنه طبيعة الفرد العراقي، الثقافة السياسية الاجتماعي، احنا مثل سويسرا؟ زين، ايضا امريكا مثل ما نعرف انه هي ولايات، اقرب 50 ولايه تقريبا، احدث بالنظام الرئاسي، بالاضافه الى وجود كونغرس. شنو المشكله اذا احنا هسه اخذنا بالنظام الرئاسي بالاضافه الى وجود كونغرس؟ وين المشكله؟ احنا بالعكس، احنا قبل الدستور قلت لك ما تذكر اكو حال مشاكل. احنا شنو حس حاجتنا بوجود هذا الكم الهائل من النواب؟ تقول مرتباتهم ما تأثر، بغض النظر عن مرتباتهم الاسمية، كلنا نعرف اللي يصير وراء الستار والصفقات وغيرها. لا، رواتب مجلس النواب تأثر على الكل. أنا مثلاً كنت أحكي مو بس من منطلق القانون، باعتبار كوني أنا مواطن عراقي. فنرجع للنقطة الجوهرية. دكتور أنا نعم، يعني أرجو أن يكون صدرك راح دكتور. نرجع للنقطة الجوهرية اللي هي التعديلات، هل هي ضرورة؟ نعم ضرورة. جينيا نشأو على هذا البروجكت. أشكرك جدا، أشكر حضورك. الله يسلمك دكتور جمال، أنا بدأ على الأحياء تحية طيبة جميعا. طبعا احنا سعداء باستضافة حضرتك، اخذنا معلومات احنا مش نعرف فيها كثير. دكتور حضرتك طرحت موضوع مهم انه تعديل الدستور بحاجة الى انه اكتمال المنظومة السياسية بالدولة. زين، السؤال يطرح نفسه هو متى تكتمل هاي المنظومة حتى احنا نقدر نعدل الدستور، باعتبار انه هي نفس الوجوه تتداول السلطة بكل عملية انتخاب جديدة. اضافة الى ذلك يعني اتوافق مع سيادة القاضي مطرح نقطة، قال انه الموارد بعد المادة 39 في الدستور لها رؤية كردية او يعني تأثير كردي، لا سيما انه احنا المادة 143 نص على القاع نص المادة 53 نص المادة 58 من قانون إدارة الدولة اللي هو وعدها سلطة الائتلاف، سلطة الائتلاف المؤقتة. والمادة 53 كنا نعرف او اغلبية القصيم من القانون في مطلعين على الدستور، المادة 53 من قانون إدارة الدولة مسمى على أحقية تشكيل الأقاليم، وهذا شرعنا لتقسيم المحصصة الطائفية والعرقية بالعراق. إذا كان إنه أنت ذكرت ممكن الاستفاضة الشعبية الشعبانية عفوا بال 91 أقليم كردستان تقريبا كان يعني تواجد من هذا الوقت، فهل إنه من المعقول إنه إحنا بهاي الفترة شرعنا بدستور دائم المحصصة الطائفية أو العرقية؟
شكرا لك طبعا سيد الدكتورة جمانة. انا دكتور داخل الدكتور جبار بس يا ريت باختصار المايك دكتور علي ذا قريب عليكم دكتور جبار بس مداخلته. طبعا احنا حتى نخلص في خلاصه في هذه الندوه انه الضروره والمجازفه يعني الراي قانوني ما يقبل انه الاراء بس احنا سمعناها والاراء محترمه. بس ايضا استاذ جبار عقب قال لك نعتبر المجازفه ضروريه اليوم لازم نفوت بهذا وقال لك الدكتور انه ورقه اخيره ظلت. اسمع دكتور جبار تفضل مداخله اخيره. نتحدث في موضوع حقيقه الدكتور مثلا موضوع بخصوص اللجنه التعديلات الدستوريه. جناب الدكتور انا حقيقه نلتقي مع رئيس اللجنه هو استاذنا الكبير الدكتور غازي فيصل حقيقه واطلعت من خلاله على يعني جوانب هذه اللجنه وما يعني قررته خلال الفتره اللي تم تحديدها. والرجل يعني نقل لي بامانه انه لن تكون هناك اي جهه تاثير لدى هذه اللجنه، حقيقه بس انا سالت الدكتور قلت له يعني هذه اللجنه من قدمت بعض التعديلات على الدستور، يعني هل تم عرضها على الشعب باعتبار الشعب مصدر استطاعتنا؟ فحقيقه يا ريت انه تبين لنا هذه الفقره وشكرا جزيلا. يعني يا ريت تعطينا مسؤوليه التعديلات يمكن. دكتور طبعا الحديث انت ختامه مسك على يدك طبعا راح تكون باقل من خمس دقائق يعني دقيقتين تمام. اختي فاضل الدكتور عزيزه الاعمال السياره عندنا هدف كبير من الدكتاتوريه والتفرد بالسلطه. يعني دستور العراق واضح ماديه يمنع تحصيل اي قرار سياده ولا مسلم كله يخضع للطعن تماما. هذا منهج متطور. فرنسا تعاني من استبدال رئيس الجمهورية. مالدارس في فرنسا ماجستير ودكتوراه. لاحظ الويلات اللي رئيس الجمهورية الآن ضعيف الخبرة السياسية، عمره ما تولى منصب حكومي. فوز رئيس الجمهورية وشفت قانون التقاعد الأخير ايش سوى الشارع في باريس اللي رفع منهج يتحصن دائما بصلاحيات واسعة منها التحليل. فبالتالي اعتقد انه لازم احنا نفرح انه ماكو شيء محصن. المعاهدات بالعراق تمر بمجلس الدوله، مجلس الدوله راح ينقحها، راح يشوفها تتعارض ولا تتعارض بالمعاهدات القانونيه، ثم تنعرض على مجلس النواب، ثم وزاره الخارجيه اللي قدام تشكل الامور بين المصلحه العليا للعراق، ثم تقرر قرار نواب الشرع. فبالتالي هي سلطه تشريعيه المقرر. قضية أن معاناة السيارة وحصنها ورجح منطقة شيء رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء خاضع عن أي رقابة خطير. ليش أنا أحكي عن بيئة يعني وتجارب هذا الشيء حقيقة يمكن خطير. قضية أنه يعني النظام الرئاسي أنه أمريكا نظام صح أمريكا نظام رئاسي لكن خلينا نلاحظ الصلاحيات المنحة للرئاسي. خلينا نلاحظ الظروف اللي ولدت بها الدستور الولايات المتحده الامريكيه. يعني شخصيه جورج واشنطن وجيفرسون والمؤسسين والاقارب السياسيين اللي كانوا في موجوده ما من الممكن اليوم يمكن ان يقول يعني ليش راح تحفظ على النظام الرئاسي نتيجه دراسه التجارب والويلات اللي ادت فيها الانحرافات الموجوده بتطبيق هذا النظام. النظام العماني نظام رشيد نظام طبقتها الدول الاتحاد الاوروبي دول اوروبا بعد انهيارها الحرب العالميه الثانيه. لكن خلل من تطبيق خلل معالجه خلل. يعني اليوم هو الموقف نظام البرلمان موقف للحريات موقف للانفتاح. دير بالك عن الحريه في العراق وظاهره ما نتمتع به من نعمه حقيقه بالتعدديه وبالحكي وبالكذا. هذا يعني النظام الرئاسي خطر به. وانا صح انا لا الى الان بس انا اقول ترى النظام الرئاسي خطر على الحريات. بس بالاخير شنو التعديلات اللي صارت؟
القنوات وظيفت بداخلها والاجتماع حتى يقوموا بالاستفتاء على الدستور. اختلف كثيرا مع القاضي انه في نفس فرد الاخير نفس الاسئله الاسلامي باذن بارك الله داخل اخر طريقه شكرا كل من بقيت حتى لو بديت ثلاث محافظات سابقه لاجل ما اثر عليها الاجتماع والمحاضر كلها موجوده وليس لك هذا الاكراد وجعلوا بكم اعتراض وجعلوا يردون الدستور مرشد فالقنوات اضيفت بضغط من الحزب الاسلامي وبمباركه من قبل على حقيقه دخلت الى وجدان حتى مس المقاطعه للدستور. في الثانية نظام جغرافي كانت القومية الفدرالية لازم تكتمل هذا اللي بحد هذه الجلسة مفصلة على الفدرالية تظل بس الرئيس كردستان الواقع السياسي هذا أقول لك يعني أجمع في النظام الفدرالي لو انفصل أنا أحافظ على الوحدة الجغرافية إن شاء الله بالمستقبل يقرر هذا الأمر. الإستاذ هذا الجلسة هو عضو ويعني كان مو رئيس رئيس اللجنة هو عضو من اللجنة هل عرضت على الشعب؟ هي لا ما عرضت على الشعب ليش هي مجتمع الفقراء والفقيه بعدين تروح المجلس النواب بعدين تعرض على الشعب هي كخطوه لكن الاسلوب موجوده ان شاء الله نصير فيها. لا لا متى ينظر يعني المحكمه الاتحاديه واضحه قالت انه بتجي الاليه. دكتور انا ما احب انا طبعا اشكر دكتور علي اليعقوبي اللي هو عضو لجنه التعديلات الدستوريه للدستور عام 2005 وان شاء الله نتمنى انه يعطينا نسخه ككليه قانون كجامعه الشعب من هذه التعديلات ونطلع بها طلابنا والباحثين القانونيين واكيد نسخه الدكتور جبار ستصله. طبعا ما يسعني الى نهايه هذه الندوه النقاشيه انه نطلب من سياده الدكتور علي يعقوبي ان نكون خرجنا بملخص عن هذه الندوه صراحه حتى نثمر بها وننور بها موقع جامعه الشعب بما فائده هذه الندوه ما هي المشكلات التي عالجنا ونخرج التوصيات اكيد ويا حضرتك اكيد لسه يمكن نكتبها فيما بعد. انا طبعا نشكر سعه صدر رئاسه جامعه الشعب اللي اتاحت مده ساعتين لهذه الندوه النقاشيه واكيد كادرها الاداري وعماداتها وضيوفنا الاكارم طبعا اللي غادرونا واللي موجودين حاليا اشكر كل الحضور. وطبعا يوجد هنالك كتاب شكر وتقدير لمحاضرنا واستاذنا الكبير علي يعقوبي تقدم دكتور يوسف نيابة عن أستاذ العزيزة ست ليان يقدم كتاب الشكر. بشكر وتحية وتقدير للدكتور علي يعقوبي. الحاضرين في الندوة والحضور الكرام على مشاركتهم هذه شكرا جزيلا لكم.